أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا من الحياة بفكركم الأسبوعين الجايين هنتكلم عن أول ست سنين في حياة الطفل وإزاي بتحدد شخصيته وإزاي بيكون في مشاكل كتير بنواجهها في أول ست سنين وأهمية الست سنين دول في حياة أطفالنا وإن هي ممكن تكون سبب أمراض نفسية كتير وبن في سن المراهقه او في شبابه وبنواجه صعوبات كتير، لو عندك مشكله او عندك سؤال او عندك مشكله في تربيه اطفالك ابعت لنا على ايميل البرنامج فروم لايف وهتلاقيها قدامك على الشاشه. اعزائي المشاهدين، ربنا خلقنا او خلق الانسان حر. اداله إيه حريه كامله في اتخاذ القرارات. إيه لكن تحت مشيئه ربنا. بس في حرية كاملة لو ربنا عايز ينفذ مشيئته من غير حرية كان حركنا زي العرايس لكن علشان ربنا بيحبنا وميز الإنسان عن باقي المخلوقات خلانا حرين في اتخاذ القرارات ودينا الحرية دي وحياتنا عبارة عن مجموعة قرارات كل مرحلة لها قراراتها ولازم نقرر فيها قرارات سليمة علشان ندخل المرحلة اللي بعدها كتير قوي بنبقى مش عارفين ناخد القرار وكتير قوي بنبقى مش عارفين ايه الصح وايه الغلط وربنا عايز ايه وكتير قوي بيحصل مشاكل بين الازواج عشان مين فيهم ياخد القرار وحاجات كتير بنواجهها واسئله في المجال ده موضوع حلقتنا النهارده ازاي اخد قرار ضيف حلقتنا الاخ مازن بطرسه وهو صديق الكرمة ومعروف عندكم وغني عن التعريف اهلا بيك يا اخ مازن واهلا بيك في اول مره في برنامج من الحياه أهلا وسهلا شكرا لك ولاستضافتك الي في في <applause> البرنامج الحلو أهلا بيك دا. أهلا بيك ده شرف لينا أكتر وأكتر أهلا اسمه أهلا بيك عندي بقى أسئلة كتير أوي في الموضوع ده يعني في كل مرحلة من واحنا هقول شباب أو ابتدينا نتحمل مسؤولية احنا بنتحط قدام حاجات كتيرة لازم ناخد فيها قرار إي <applause> ايه قرار؟ ايه كلمة قرار؟ أيوه آه وفعلا احنا كاشخاص موضوعين امام آه حياتنا كلها عباره عن قرارات مزبون. القرار هو عباره عن اعلان شيء او آه القرار هو اتخاذ آه امر واعلانه حتى نعلن اللي, اللي آه الشيء اللي احنا أقرينا انه نعمله او أصرينا انه نعمله او عزمنا انه نعمله مزبون. ف آه زي ما قلتي قلت الحياه مجموعه من القرارات كل يوم بحياتنا بال24 ساعه تقريبا احنا بنعمل قرارات صغيره كبيره قرارات لها تاثير كبير قرار له تاثير صغير ولكن مجموع حياتنا عباره عن مجموعه من القرارات بتعرفي اخت امل بيعجبني كثير البرنامج دروس عن الحياه و لربما الفرصه اللي جايه رح نتكلم عن القرارات واتخاذ القرارات بس فرحان جدا بالبدايه لا أحب في كل في كل مكان انا بحب كثير قناه الكرمه لانه بعرف هدف قناه الكرمه انه الوصول ل أشخاص كثيرين ونتكلم عن الرب يسوع والشيء الثاني اللي بحبه أنه بحب برنامج دروس عن الحياة لأنه برنامج رائع بتكلم كثير عن أشياء عملية في حياتنا وحياتنا عباره عن مجموعه من الدروس وانا حابب هيك اشجع الاخوه اللي بيحضروا هذا البرنامج الليله لانه فعلا هيك نتعلم من بعضنا شوي من الدروس مع بعضنا البعض في هذا البرنامج الحلو. إيه عايز اعرف معنى كلمه قرار. ايوه. معنى كلمة قرار أخت أخت أمل زي ما قلنا هو عبارة عن إعلان شيء قرار القرار آه شيء أنا بعمله بيؤدي لنتيجة شيء آخر لما باخذ قرار لما بعلن عن قرار أنا أصريت إنه أعمله لازم أعرف إنه مع هذا القرار بيجي آه في آه نتيجة لهذا القرار اللي أنا أخذته ده صحيح أيوة. إيه أهمية بقى اتخاذ القرار يعني أنا لازم في كل حاجة بتحط قدامها لازم أخذ قرار طبعا أنا بت أنا أهمية اتخاذ القرار لأنه لكل قرار في نتيجة فالقرار اللي أنا بأخذه بحياتي إن كان قرار فردي إن كان قرار شخصي له نتيجة على حياتي الفردية في نتيجته لربما تكون نتيجة إيجابية بيعتمد على طريقة اتخاذ القرار هل أنا اتخذت القرار الصحيح أو القرار الغلط عرفتي فهد اللي اتخاذ القرار مهم جدا في حياه الانسان لانه له نتيجه صح وانا مش هشتغل مثلا في شغل الفلاني الا لو اخذت قرار انا مش هدخل كليه الفلانيه الا لو اخذت قرار مش هتجوز الشخص الفلاني الا لو اخذت قرار فهو لازم ياخد القرار مش ممكن نقوم من النوم الا اذا اخذت قرار اقوم <applause> من النوم مش ممكن اكل الا اذا اخذت قرار اكل مش ممكن اتنفس الا اذا اخذت قرار اتنفس في <applause> قرارات كثيره يعني الحياه عباره عن مجموعه قرارات بس احنا جسدنا تاقلم عقلنا تاقلم لانه في بعض القرارات احنا بناخذها بطريقه تلقائيه وبعض القرارات بتحتاج وبتتطلب الى دراسه وبتتطلب الى انه نفهم اللي احنا بنعمله او ندرس اللي احنا بنعمله <applause> طب انا يعني عايزه برضو اتكلم عن اتخاذ القرار بطريقه عمليه شويه فايه الخطوات اللي انا بتبعها او بمشي عليها واحد اثنين ثلاثه عشان اعرف او ابقى عارف ان نتيجه القرار ده نسبه معينه يعني الى حد ما كويسه. ايوه. آه تعرفي اتخاذ القرارات بتطلب عده عده امور. اول شيء بتطلب اتخاذ القرار انه يكون عندي عازم على شيء او يكون عندي هدف. فإذا ما عندي هدف القرار اللي باخذه بيكون بلا هدف ولما تاخذي قرار بدون هدف ما له معنى يعني لازم يكون لازم تعزمي على شيء تحددي شيء تريد ان تاخذي قرار فيه إيه اللي هو اللي عايزه تاخذيه فلازم يكون عندي هدف لاتخاذ القرار، دي أول خطوة باتخاذ القرار. ثاني خطوة باتخاذ القرار إنه أدرس أبعاد هذا القرار اللي باخذه آه، لازم أعرف إيجابيات القرار سلبيات القرار ابعاده علي ابعاده شخصيه ابعاد نفسيه في له ابعاد جسديه في له ابعاد روحيه في له ابعاد ماديه فتاني خطوه لازم دراسه وده بيختلف القرار. من شخص لشخص وبيختلف من مجتمع لمجتمع ولا بتبقى اكيد يعني طبعا بيختلف في آه. الاتخاذ القرار لكل شخص له نتيجه على هذا الشخص بنفسه آه. ولربما اتخاذ القرار نتيجته علي وعلى اللي حولي بسبب اللي القرار اللي انا باخده عرفت فلازم ادرس هذا الابعاد من انه ايش تاثيره علي انا شخصيا وايش تاثيره على المحيط اللي حوالي اللي ربما انا متزوج مع عائلتي فاتخاذ القرار بيكون له نتيجة علي وعلى عائلتي لربما انا انا مع مش متزوج لكن مع ابوي وامي وعائلتي اخواني واخواتي تاثير القرار له نتيجة على عائلتي في قرارات بالشغل احنا بناخذها لربما تاثيرها علي في حياتي العملية بالشغل فدراسه القرار مهم جدا حتى نعرف ايش تاثير هذا القرار على الاشخاص اللي حوالينا فلازم يكون عندي هدف لازم يكون عندي ادرس ابعاد هذا القرار ولازم اعرف انه بكل قرار انا باخذه في ريسك في خطورات انا باخذها فالقرار يعني لما بناخذ قرار لازم نعرف عندما ناخذ القرار انه احنا ندرسه من كل الابعاد ولكن حتى مع دراسه كل الابعاد بيبقى في نسبة فشل بيبقى في نسبة من الخطورة لربما مش فشل أوكي. ولكن نسبة شيء غامض أنت ما بتعرفه شيء لربما يعني أنا بحب أحكي دائما أي قرار بناخذه دائما مبدأ بخمسين بالمية نجاح وخمسين بالمية فشل. فشل ولكن دراسة القرار بتساعد على إنه أقلل من نسبة الفشل وأزيد من نسبة النجاح ولما نصير ندرس إيش أبعاد هاي القرار بتصير نصير نعرف إنه هل أنا ممكن اذا عملت هيك بيؤدي لكمان 10% لنجاح فبتصير 60 40 بعدين تصير 70 30 الهدف انه نقلل خطوره هذا القرار او ان نقلل السلبيات او النتائج السلبيه للقرار بوصل لها انا عارفه ان حضرتك مدير سوبرفايزر كبير <applause> آه. وناجح في مجال شغلك آه. عايزه اعرف ازاي بتاخد قرار في شغلك اه انا آه. يعني شهادة للرب أنا بشكر الرب يسوع أنا بحب أقول دائما أنا عايش حياتي ما بستحق بستحقش اللي الرب اللي معطيني يوم باركني فيه وأنا بحب دائما شهادتي قدام الكل إنه أنا بتبع للرب يسوع والرب اللي معطيني النجاح ف سر النجاح هو بالرب مش فيه أمين هكي. بس أكيد ف... ليك دور طبعا هو شوفي أمل باتخاذ القرارات كثير من الأحيان سهل جدا علي كإنسان أنه أضع الدور كله على الرب أنه أحكي يا رب أنت اللي بتاخذ القرار عني وأنا خلاص أقعد وأستنى فيك لحد ما تجي يبقى في يعني يبقى في أنه أنا تارك الأمور زي ما هي تارك الأمور للظروف تارك الأمور بقول أنا تاركها للرب بس مش متجه لكن تعرفي اللي تعلمته في دروسي في حياتي الرب أعطانا حرية الاختيار وأنت تكلمتي عليه بداية البرنامج وهي الحريه مش ممكن الرب انه يتعدى عليها لانه هو اعطانا هاي الحريه حريه الاختيار ف اتخاذ القرارات في حريه انا ممكن اخذ قرار وعارف انه هذا القرار غلط وتطلع بنتيجه غلط بحياتي بحياتي العمليه انا بقالي تارك الاردن انا اصلا من الاردن بقالي تارك الاردن 21 سنه ونشكر الرب بحب دائما احكي لربما ابوي وامي تركوني ولكن يسوع ما تركني ولن يتركني لانه هو هو امس واليوم والى الابد انا بشهد على هذا الكلام بطريقه عمليه فبتعرفي اخت امل بحكي انه كثير من الاحيان اتوجهت بقرارات اتواجهت بامور بحياتي كنت لازم اخذ فيها قرارات والقرارات كان لها نتائج على حياتي بشغلي بتحديد شغلي انا رحلتي مع يسوع ولربما يجي يوم ونتكلم عن اختبار الشخصي Uh, ولكن رحلتي مع يسوع كان فيها كثير من القرارات uh, بشغلي في اتخاذ قرارات واتخاذ القرارات بتطلب اول شيء بتطلب اتخاذ القرار انه يو هاف تو لازم تاخذ uh, موقف من اللي انت بدك تعمل لازم تاخذ هدف لازم لازم تحدد هدف بكثير من الاحيان احنا بناخذ قرارات من كل ما احنا من كل ما من من دون ما نكون عارفين ايش الهدف اللي بدنا نوصل له او لربما بنضع لانفسنا هدف لجزء صغير ولكن بدروسي في حياتي وبدروسي في شغلي اتخاذ القرارات دائما لازم تدرس ابعاد القرار البعيده المدى الطويل والمدى القصير لربما بكثير من القرارات اللي نعملها تسبب لنا نجاح بمدى قصير ولكن تسبب لنا مشاكل على المدى البعيد فهذا طريقه اول طريقه بفكر فيها عند اتخاذ القرار انه ادرس ايش البعد البعيد والبعد القريب ثاني شيء انه بكل قرار باخذه لازم ادرس القرار مع اشخاص كثيرين أخذ القرار خصوصا في أمور جدية مش اتخاذ قرار بأنه أقوم من النوم هذا القرار <applause> بيختلف ولكن بدك تأخذ قرار رحيل قرار زواج قرار بزنس معين قرار قرارات مصيرية يعني قرارات مصيرية قرار تحديد مصير, <applause> الأمر بيحتاج لدراسة وبيحتاج أنه نأخذه بجدية ورح نتكلم أنا متأكد عن امور اللي رح نعمل فيها القرارات او الاشياء العمليه اللي لازم ناخذها حتى نعمل قرارات انا عايز اعرف العوامل اللي المفروض اكون عارفاها أيوة. في كل قرار انا باخد فيه او بقرر فيه شوف في عوامل من نوعين في عوامل داخليه وفي عوامل خارجيه الرب خلقنا بعوامل داخليه كثيره تساعدنا على اهميه معرفه اتخاذ القرار عوامل روحيه بالداخل عوامل نفسيه عوامل جسديه من الداخل بتساعدنا او بتحفزنا على اتخاذ القرار وفي عوامل خارجيه المجتمع الحوالية العائل الحواليه هاي عوامل بتساعد بطريقه مباشره او غير مباشره على اخذ القرار وكل عامل بيبقى له دور يعني سواء روحيا او نفسيا او الضمير اللي جوايا او المجتمع كل عامل بيبقى له دور في اتخاذ القرار دي. طبعا وهي انا بقول هاي براعه الرب يسوع براعه الخالق الرب انه خلقنا بهذه الطريقه بانه خلق فينا اشياء بداخلنا بتساعدنا على معرفه الخير والشر ومعرفه القرار الصحيح من القرار الخاطئ ولكن بنفس الوقت الرب ترك الاختيار لنا حتى نعرف ايش آه القرار المضبوط او يساعدنا على معرفه القرار المضبوط والعوامل الخارجيه كمان بتساعدنا على تشكيل القرار المناسب يعني بكثير من الاحيان لربما انت بتفكري انه القرار اللي بدك تاخذيه بهاي الطريقه ولكن لربما توقفي من اتخاذ القرار لانه ممكن ياثر على بيتك ممكن ياثر على عائلتي ممكن م. ياثر على مجتمعي آه هاي من العوامل الخارجيه من العوامل الداخليه لربما انا اعيش محبط نفسيا او انه او مش مرتاح او مش مرتاح او آه يسبب لي مشاكل جسديه لانه اخذ قرار خطا ففي عوامل كثيرة بتساعد عوامل داخلية عوامل خارجية ولكن الحلو بالأمر إنه لما بنأخذ الأمر بجدية وبندرس وفعلاً نضع الأمر بكل جدية أمام الرب وحسب كلمة الرب وراح أنا متأكد راح نتكلم عن <applause> الأهمية الروحية لاتخاذ القرارات إنه هناك من يساعدني في اتخاذ القرار الصحيح في شخص في أشخاص الرب وضعهم بحياتي حتى يساعدوني في اتخاذ القرار، الرب وضع اشياء في داخلي تساعدني على اتخاذ القرار، والرب اوجد نفسه وروحه القدس حتى يساعدني على انه الجا اليه باتخاذ القرارات، ولكن لكل واحد دوره فمش لازم نلخبط إن 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 بين او إن إن مش عارف اقولها ازاي بالمصري يعني لازم إن يكون للانسان دور في طبعا الم... انا أخذ علي دوري مش... والرب عليه علي دوره، دور. في كثير من الاحيان شوفي في قصه انا شاركتها لربما بعض الاحباء سمعوها في كثير من الاحيان بإتخاذ قراراتنا احنا من أشر على الرب كده وبنقول يا رب ساعدني على اتخاذ القرار وانت ليه عملت فيا كده ولربما احنا صباع بأشر على الرب وثلاث صوابع علي أو. في كتير من الاحيان الرب لربما بوجد او بيساعدنا على معرفه القرار الصحيح ولكن انا بختار شبهر. ما اخذ القرار المظبوط القصه اللي بحب اشاركها مش أشارك بقوم ]ها. بدوري يعني مش بقوم بدوري ده كان في اذا آه... بتسمحي لي احكي أو. انا بحب القصص ال... جدا فضل. بحبها لانه فيها فعلا دروس عمليه، يعني القصه اللي بحب اشاركها مع احبائنا ولربما البعض سمعها من قبل. كان في شخص بحب السباحه الفيشنج بحب صيد السمك في يوم من الايام اخذ القارب بتاعه وراح على البحر حتى يتصيد سمك، وهو بتصيد سمك القارب تبعه خرب بنص 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 البحر وبدا يصلي شخص بيحب الرب وبدا يصلي يا رب ساعدني انا محتاج اليك انا بدي اياك تساعدني صلى ساعه ساعتين ثلاثه بعد اربع خمس ساعات اجت سفينه ثانيه كبيره من جنبه وقالت له بتعايز مساعده خلينا نرمي لك طوق النجاه حتى نساعدك حتى نساعدك انه تطلع من المازق اللي انت فيه قال لا لا انا بصلي الرب عايز عايز يبعث لي المعجزه يعمل معي معجزه انه يخلصني وراحت السفينة وما ساعدته بعد فترة كمان ساعتين ثلاثة بقى يصلي وبجدية و... آه الرب بعت له طيارة هيلوكابتر من فوق كانت شايفيته وقالت له قالوا له إذا عايز مساعدة خلينا نساعدك نطلعك من السفينة وننقذك من اللي أنت فيه لا أنا الرب عايز يعمل معجزة في حياتي ما هي المعجزة بيبعتها هو كل شوية <applause> <applause> فخلاصة الموضوع أنه الرب كان يبعث مساعدات بطريقته ولكن إذا أنا ما فهمت ايش قصد الرب وانا عملت اللي علي باتخاذ القرار الشخص انتقل لعند الرب مات من الجوع ولكن ما اتخذش القرار الصحيح ففي دور على الرب ودور في دور علينا دور علي انا بحياتي الشخصيه انه لازم اتخذ القرار ومع كل دور في تحمل مسؤوليه مع كل قرار بنعمله لا وكمان من ضمن العوامل اللي ربنا ادهنا العقل أيه. حاجه مهمه جدا يعني أيه. انا لازم افكر ايه اللي كويس بالنسبه لي ايه اللي مش كويس ايه اللي في القرار ده مظبوط ايه اللي مش مظبوط ايه اللي انا عايزه يعني لا كلام مظبوط جدا اهم حاجه العقل ده مهم وربنا بيعمل وبيبارك وبيدينا الحكمه من خلال العقل وهي البركه اللي بركنا فيها الرب يسوع انه ميزنا عن باقي آآ آآ باقي البشريه باقي الحيوانات باقي الحية. الكائنات الحيه انه اعطانا العقل اعطانا انه نستخدم الحكم اللي هو اعطانا اياها من خلال عقلنا من خلال افكارنا من خلال اعطانا كرياتيفيتي يعني التفكير ب انه نفكر باشياء بطرق مختلفه مش بس بطريقه واحده انت حكيت ببدايه البرنامج لو الرب كان عايزنا نعيش بحسب بحسب اللي هو عايزه بطريقته هو من غير اعطينا انه يعطينا الخيار لربما كان انه عيشنا زي روبوت اه بالظبط نكون ماشي زي الماشين زي ما زي ما زي ما انت عايز ولكن الرب ميزنا بانه اعطانا انه نكون ميزتنا انه فعلا عندنا اختيار ناخذ القرارات ونعيش بحسب القرارات اللي احنا بنعملها ونتعلم وندرس ونعمل الافضل نتبارك باللي اعطانا اياه الرب في انا مش انا مش ماليش بالطب ولا بالسايكولوجي بس بسمع دائما بالشغل بيتكلموا عن الرب اعطانا عقل كبير 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 ولكن نستخدم منه كجزء صغير صغيرة. جدا جدا والحياه بالدروس اللي احنا بنعيش فيها أمين. لازم نتعلم نستخدم العقل شوي وانا بصلي أنه الرب يعطيني انه انا استخدم عقلي اكثر يعني أمين. <applause> طيب، انت كنت قلت في قراراتك لل... في شغلك بت... بتسال كمان مجموعه القرار الفردي افضل ولا قرار الجماعي يعني انا شايفه انك بتسال مجموعه فانت يعني بتاخدوا القرار سوا ولا بيبقى انت لوحدك بتاخد القرار عايزه اعرف شوف اتخاذ القرار آه هو شخص بخت القرار اذا انا عايز اخد قرار انا اللي القرار وانا اللي بتحمل مسؤوليه القرار ولكن لحديث ما توصل لاتخاذ القرار بنستخدم كثيرين حتى نتعلم من كثيرين انا في يعني آه أربع ايدين تزقف أحسن من إيد واحدة، إيد واحدة ما بتزقفش بالإنجليزي بيقولوا سيتس اوف أيز يعني إنه أكثر من شخص يتطلع على الأمر أفضل من ما شخص واحد يتطلع على الأمر، بشغلي من أهم الأمور اللي بنعملها باتخاذ القرار دراسة القرار من أبعاده المختلفة من خلال أشخاص كثيرين يعني إذا بناخذ قرار فردي لوحدينا لربما أنا بعرف بس 10% من نتيجة هذا القرار على المشروع او على الامر اللي انا عازم عليه ولكن اذا دخلت ناس اخرين باختصاصاتهم بافكارهم اللي الرب اعطاهم اياها ممكن يساعدوني على اخذ قرار افضل بكثير. آه يعني بقول لك امثله كثيره اللي انا تعلمتها بحياتي انه اخذت قرارات لوحدي ودفعت تمن لوحدك تمن لوحدي هو في كل الحالات هتدفع تمن لوحدك بس على الاقل يعني من كلامك أنا شايفة لما بتسأل أنت بتاخد خبرات مختلفة فبتعرف تكون رأي أصح أو صواب أكتر يعني طبعاً اتخاذ القرار عن طريق أشخاص إنه نساعد ندرس القرار مع أشخاص مختلفين بساعدنا على اتخاذ قرار أفضل دائماً في كل الأحيان في كل الأوقات أو أنا بحكي هذا بمنظور عملي بالشغل بمنظور عائلي أنا بقراراتي بالعائلة إذا باخذ قرار لوحدي أه صعب نتائجه بكثير من الاحيان لكن اذا بشارك مع زوجتي طبعا واولادي و احنا لسه هنيجي بقى في الاسره والخناقات <applause> أه الزوجيه مين ياخذ القرار آه بس انا كنت عايزه اسالك قبلها في حظ في حظ في اتخاذ القرار يعني في حد بياخد قرار وبينجح حظي حلو قوي في حد تاني بحظي وحش يعني ايه الحظ ده في حظ في نسبه حظ اقول لك عن قناعتي الشخصيه أنا ما بآمن بالحظ أنا شخصيا ما بآمن بالحظ أنا بقولها بالشغل بقولها لأصدقائي بقولها ببيتي بيتي I don't believe in luck. ما بآمنش بشيء اسمه الحظ أنا بآمن بأنه الله وضع خطة لكل واحد في حياته في حياته والله عايزنا نوصل للهدف الأسمى ومن خلال دروس الحياة الرب علمنا أمور كثيرة في الحياة في بعض القرارات اللي احنا بناخذها أخت أمل لربما يكون فيها شوية ألم ولكن لأنه القرار الصحيح الرب بعطي مع الألم أنه نتحمل الألم اللي إحنا فيه آه وفي بعض القرار الحظ بوجهة نظري هو عبارة عن طريقة لعدم استخدام العقل أو أنه تلومي غيرك آه لا هو إحنا ممكن نكون كمان مش بنستخدم المقاومة ربنا دهلنا اللي, أيوة. اللي جوانا العقل النفس الروح أنا يعني من الأشخاص اللي صعب جدا آمن بشيء اسمه حظ، مش مش ممكن لأنه أنا بعرف إنه مش بس لأنه الكتاب المقدس بتكلم عن الحظ أو بتكلم إنه ما نآمن بالحظ، ولكن لأنه فعلاً بحياتي الشخصية أنا بآمن إنه الله خلقني وله خطة بحياتي من قبل ما أنا انولدت وأنا عايش هذا الأمر، أنا مش مش بس بقوله عن طريق كلام، أنا عايش هذا الأمر. ولكن احنا وي conditioned أور يعني احنا علمنا أنفسنا اخت امل انه بكثير من الاحيان انه اذا زبط معنا الامر نقول اه حظي كده واذا ما زبط الامر اقول اه حظي كده دي طريقه انه نبعد تحمل المسؤوليه عنا او نرضى باللي احنا فيه ولكن وعشان هيك انت قلتي باول باول برنامج انا كمان ما بامن انه نترك الامور للظروف حتى اتخاذ القرارات انه لانه في لكل لك قرار وقت ومع وبي... القرار بيجي نتائج ومع النتائج في تطور ومع التطور في توصل لمرحلة أفضل و... الحياة عبارة عن رحلة آه. عرفتي والرحلة هاي إحنا نأخذ مجموعة من القرارات تساعدنا على الوصول للهدف اللي إحنا بنضعه بحياتنا طيب أنا هسألك سؤال شخصي شوية أيوة. يعني أنت مش بتؤمن بالحظ بس أنا شايفة في حظستين لابسهم إيه <applause> <applause> حكايتهم أيوة آه ال اللي انا وضعهم بايدي <applause> مش مش امور للحظ انا شوفي انا شخص مشواري بحياتي مع يسوع مشوار لربما صعب شويه انا تربيت بعائله مسيحيه ولكن في بدايه حياتي كنت بعيد عن الرب يسوع انا حوصلك لموضوع الحظ أيوة. بس عايز اودي <applause> اوكي آه مقدمه الموضوع آه. ولكن بشكر الرب انه الرب رجعني للمكان المضبوط اللي انا لازم اكون فيه وانا بقالي عايش في مع الرب يسوع فتره طويله من الزمن آه. رجعت ليسوع لما اجيت على امريكا بعد ما جيت على امريكا بسنه ال 90 آه. بس عشان ما ادخلش بالموضوع كله اللي موجود على ايدي مش حظ اللي موجود على ايدي انا آه ببدايه كل سنه بحب اخذ قرارات Uh, يعني ببداية بشهر عشر شهر داعش ببدأ أفكر بإيش اللي الرب عايزني أعمله السنة الجاية إيش اللي أنا بضعه القرار اللي عايز أحطه قدام الرب uh, بالإنجليزي بسموه uh, uh, my new year resolution يعني إيش اللي new year resolution إنه تعهدات السنة الجديدة او اللي انا عايز اعمل وعود حطيتها قدام ربنا 99% من الاشخاص بالعالم بوضعوا لنفسهم وعد انه يعملوا دايت ات ذا beginning اوف ذا يير ببدايه السنة انه يعملوا رجيم ولكن بعد الشهر الاول بروح الرجيم انا ببدايه بشهر 10 شهر 11 السنة الماضية وضعت قدام الرب امرين كنت عازم على انه انا اعملهم قرارين انا اردت انه اتخذهم القرار الاول انه اكون رجل مصلي انه اخذ قرارات بالصلاه ورح نتكلم باذن الرب يسوع عن موضوع الصلاه بهاي الحلقه وبحلقات قادمه فوضعت امام الرب عهد انه اكون رجل مصلي وواحده من الامور اللي عملتها لنفسي انه اتخذت هذا القرار وبعدين حبيت اعمل اشياء عمليه حتى تساعدني لتذكيري على الصلاه بكل وقت فعملت ريست باند اللي هي الحلقه هاي اللي انت شايفينها بايدي الحلقه الحمراء ومكتوب عليها براي بالانجليزي بي ار اي واي صلاه براي يعني صلي ولكن اللي الشيء الثاني اللي عملته انه لكل واحده من احرف براي كتبت جمله عشان اعيش من خلالها في عام 2011 فحرف البي انه تذكرني انا كشخص تو باز ايش يعني باز انه اوقف فحتى اصلي لازم اخذ وقت واوقف لازم اوقف اللي انا بعمله اوقف عن الحركه اوقف عن شيء ما بنفع انه اصلي احكي انه انا بصلي وانا بركض على الشغل انا بصلي جزء من الصلاه از تو باز انه توقف ثاني حرف من براي بي يعني باز ار از ريبنت اند ريست ايش يعني ريبنت اند ريست يعني ريبنت يعني توب وريست يعني ارتاح قدام الرب في كثير من الاحيان احنا ويباز بنوقف امام الرب بس بنوقف وعايز ادي بس الخمس دقايق واركض و... واجري لا. قدام الرب في وقوف وفي ريبنت ريبنت يعني اتوب على انا عملته اتوب فعلا توبه حقيقيه من خلال صلاتي وريست ريست يعني ارتاح قدام الرب وجزء من الراحه نعمل ايه آه. وجزء من الراحه انه انا اتكلم وانا اسمع, أسمع. فبتجبرني حرف الآر بيجبرني إنه أتذكر كل يوم إنه لا الصلاة اللي أنا بسميها الدرايف ثرو براير يعني إنه كيف المطاعم الدرايف ثرو إنه تدخل على الدرايف ثرو عشان تمشي بسرعة بالسيارة صلاة الدرايف ثرو ما بتنفع مع الرب عرفتي فإذا الواحد فعلا بده يصلي حتى لو كان في حياتنا يعني إحنا كان لينا حلقتين عن الصلاة هنا في البرنامج أيوة حتى لو كان أوكي حياتنا كلها المفروض أنا في تواصل بيني وبين الله لكن لازم يكون لي وقت في اليوم انا بسيب كل حاجه وادخل طبعًا. ادخل الى مخدعك وصلي طبعًا. لابوك الذي يراك في الخفاء وانا بقول لك من اختبار الشخصي ده من اهم الامور اللي انا اللي تعلمتها بحياتي انه تورست اند وكثير من الاحيان في كثير امور بالقرارات اللي بناخذها نحكي يا رب انا صليت 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 بس لما ندرس فعلا وندرس هل احنا فعلا صلينا بتوجدي انه احنا ما صلينا إحنا ولكن خبيه. احنا قلنا كلام مم. فالجزء الثاني من من الحرف اللي هو الار ريست اند ريبنت والحرف الثالث اللي هو A وال بال الطريقة اللي I personalized يعني إنه عملتها إشي شخصي لحياتي إنه to ask specifically يعني إيش أسأل بالتحديد أطلب بالتحديد بكثير من الأحيان إحنا كأشخاص من خلال الصلاة ما بنطلب بالتحديد يا رب باركني لا الرب بقول لك عايز تتبارك بإيش يا رب ساعدني باتخاذ القرار المضبوط إيش القرار اللي عاوز تأخذه انه تعلمت من خلال صلاتي تو اسك سبيسيفيكلي لازم اسال بتحديد عن الشيء اللي انا بطلبه من الرب وبكثير من الاحيان مش بس اسال بتحديد ولكن اشكر بتحديد ابارك بتحديد اعطي للرب مجد بتحديد انه اسك سبيسيفيكلي انه اسال بالتحديد اللي انت عايزه انه اقول يا رب بارك اولادي مش كفايه يا رب بارك اولادي باشياء معينه اسك سبيسيفيكلي احكي لك اخت امل وراح نكمل عن البي ار اي واي عملت فرق كبير بحياتي بعام 2011 كبير 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 يعني مش مش قادر اوصفه وانا بشكر الرب ان هي رحله حياه ولكن براي ساعدتني باتخاذ قرار مختلف كل يوم والحرف الاخير اللي هو واي سو بي از باز ار از ريبنت اند ريست اي از اسك سبيسيفيكلي واي از ييلد تو جاد ايش يعني ييلد تو جاد يعني اعطي الاولويه للرب لما بندخل على انتر لما في اربع تقاطع تقاطع سيارات في فور انتر في كثير من الاحيان بيحكي جيف واي ييلد انه لمين الاولويه وهون لازم نعطي الاولويه للرب فهي جزئيات الصلاه بي ار اي واي انه أص... اوقف ارتاح واتوب اسال بتحديد واعطي اولويه للرب يسوع دي الاحمر اللون الاحمر واللون الازرق من دراس من حياتي العمليه الشخصيه وانا بقولها بكل تواضع انه اكتشفت شيء جديد في حياتي انه كثير منا بنطلب من الرب يا رب غيرني يا رب ساعدني انه انا اكون شخص افضل يا رب ساعدني انه انا اعمل بطريقه افضل انا اللي وجدته اخت أه اخت امل انه افضل طريقه انه اتغير انه اغير اخرين انه اعزم على تغيير اخرين فالريست باند الثاني اللي عملته لنفسي واذا احباء بيحبوه انا مستعد اعطيه موجود بقناه الأحبة هون بقناه الكرم اللي ربما يوفروا في عندي للي بحب بس انا بحب اعطي الازرق لاشخاص معينين عازمين على انهم يعملوا الشيء اللي عزمت عليه وانا هذا الشيء الثاني بسميه تشينج ايجنت انه اكون رجل مغير انه اكون جزء من التغيير مش بس انتظر الرب انه يغيرني انه مش بس اقول يا رب انا بدي اياك بس انت اللي تعال غيرني تعال شكل في تعال عايزين هذا بس اذا بدنا الرب يغيرنا انا لقيت افضل طريقه انه انا اقول له يا رب انا بحق لك بدي اعمل بالكرمه بدي اقوم واغير غيري بدي اكون بركه لغيري بدي اكون أمين. جزء من التغيير لغيري ووجدت بحياتي الشخصيه انا بقولها بكل تواضع انه لما اعزم اغير ناس ثانيين انا بتغير بتعرفي ذا بيست واي افضل طريق طريقه انه تغير شيء في حياتك شوف شخص تاني عايز تغيير بهذا الشيء وروح ساعده بهذا الشيء بهاي الطريقه انت بتتغير لانك بتسعى لتغيير شخص ثاني ومن خلال تغيير الشخص تاني انت بتتغير سهل جدا احنا كلنا نقول يا رب ساعدني اتغير ولكن اصعب شويه وبتتطلب انه نقوم وناخذ خطوه to be a change agent وتعلمت شغله ثانيه اخت امل وانا بعرف نرجع لموضوع اتخاذ القرارات وهي دي قرارات على فكره انه انه اتخاذ القرار to be a change agent غير حياتي يعني انا بشكر الرب لانه اه تعلمت انه حتى لما باخذ القرار قرار صغير ولكن بعين الرب قرار كبير اذا عزمت انه اخذ القرار واعمله كثير من الاحيان بالبزنس تبعنا بنقول 100% of successful companies 100% من الشركات الناجحة بضعوا استراتيجيات بضعوا الاستراتيجية للشغل وإحنا بنعرفها لكل الأمور 100% من العائلات الناجحة بتضع استراتيجية بتضع خطة ولكن الإشي المحزن أنه 60% من الشركات الناجحة من الشركات بالعالم بتفشل بتحقيق الاستراتيجية أو تقديم الاستراتيجية they become complacent بالانجليزي بيقولوا انه عايزين نتغير بس مش عارفين كيف نتغير وبحياتنا الشخصيه بكثير من الاحيان كم مره انت اخت امل بتقولي يا رب انا عايز اتغير وانا عازم انه اعمل كده وكده 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 تاخدي عهود قرار. كثيرة بس ولكن ده مش قرار ده جزء من القرار اتخاذ القرار بتطلب انه ناخذ خطوات باتجاه هذا القرار هاي التشينج ايجنت از تو بي ا تشينج ايجنت انا اتخذت قرار شخصي انه انا اكون مغير شخص مغير، احدث تغيير. أنا بدي أعمل تغيير، طبعاً ده بيجي عن طريق الصلاة، لما بتيجي بتصلي الرب بيعطيك حكمة لمين تغير ووين تغير وكيف تغير، وتعلمت شيء تاني إنه التغيير هو عبارة عن إبدأ بأمور صغيرة، كثير من الأحيان إحنا لما بدنا نضع لحالنا شغلة أو أمر نقرر على شيء. كثير من الأحيان إيش بنعمل؟ بنقول عايز اغير انا اذا كنت عايز دايت من بكره الصبح مش هاكل خالص مش هاكل حاجه او من بكره الصبح عايز اكل بس خس <applause> هاكل كل <applause> أو حاجه بس خيار او بند او طماطم او لا لا. بيجي تاني يوم الصبح ما بنعمل <applause> يعني بنحط قصدك بنحط قدامنا حاجه صعبه قوي صعب تحقيقها فاحنا نبدا خطوه خطوه يعني ده قصدك انا بقولها دائما وبستعملها بشغل كثير اذا بدك تغيير كبير اعمل عده تغييرات صغيره بتؤدي لتغيير كبير <applause> بالانجليزي بيقولوا Multiple Small Changes Lead Up Into A Big Change لما بنضع امر كبير قدامنا بيكون الامر صعب لما بنضع مجموعه امور صغيره بتوصلك للي انت بدك اياه بس بطريقه ثانيه بامور بنقدر احنا نوصل لها فدول مش للحظ يا احبه دول عشان انا بس بذكر نفسي لانه اخذت شيء عملي بتعرفي قديش بستخدمهم اخت امل بالشغل كثير ناس بيسالوني عن ايش المكتوب عليهم دي فرصه بقى فالرب اعطيني فرصه مع الاحبه وانا بشكر الرب انه اعطاني فرصه معك انت سالتيني من قبل عن هذول لانه بكثير من الاحيان لربما بتفكر انه انا واضع آه شيء للحظ ولكن ده تذكير الي وتعرف اللي تعلمته كمان اخت امل انه انا مش خجلان بيسوع انا بتبع ليسوع نحن نتبع لاله حي اله عظيم اله آه مش بس بغير غيرنا ولكن بغيرنا فالرب <applause> ف... آه... طيب الرب حلو أمين. ربنا يباركك يا اخي مازن و في قراراتك قرارات أمين. هيلة ومصيرية ده, ده المصير الأبدي الحقيقي يعني المفروض كلنا نسلك فيه في جزء أنت قلته إن إحنا علشان ناخد قرارات قرار لازم نبدا بحبه قرارات صغيره يعني انا شايفه في الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن الصلاه حتى في الصلاه انا ما احطش قدامي ان انا مثلا هاقعد ساعتين و... وانا ما عنديش وقت لكن انا بدرب نفسي كل يوم باخد قرار ان انا مثلا اقعد عشر دقائق ربع ساعه كل يوم بزودهم علشان اوصل للساعتين م. فهو حتى في حياتنا كده لما ببقى قدامي هدف عايز احققه ببدا فعلا بقرارات صغيره ربنا يباركك وفعلا اتخاذ القرار تدريب تدريب في قرارات احنا ممكن ناخدها ولكن لما بنتدرب على اتخاذ القرار نتعلم الدروس ممكن ناخد قرارات ما انا مصر. لسه هاجي في السؤال <تصفيق> 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 طيب بس في قبلها ازاي كاسره بناخد قرار الصح او ايه الاسس اللي احنا بنتبعها واحنا اتنين بنختلف عن بعض و وك... كطبيعه الرجل وكطبيعه المراه وكخلفيه زوجه وخلفيه الزوج ازاي اوصل لقرار صح احنا الاثنين من غير خناقه ايوه هنا اللي وصلنا لمربط الفرح أيوة. <applause> آه شوفي آه احنا قلنا بدايه البرنامج انه اتخاذ القرار بمساعده اشخاص كتيرين افضل من اتخاذ قرار شخص الفردي م. لوحده وروعه يسوع وروعه الرب انه خلقنا بهذه الطريقه لما الرب خلق ادم ايش قال بالكتاب المقدس م. لما خلق ادم صنع له نظير معين معين نظير معين نظيره، نظير معين معين نظيره. <applause> <applause> فعظمة الله انه خلقنا انت بتتكلمي على الاسرة بس بداية الاسرة بزوج وزوجة انه خلقنا مع بعضنا البعض ان نعين بعضنا البعض، نكون معاونين لبعضنا البعض، معينين نظير بعضنا البعض. فاتخاذ القرار كاسرة من اهم الامور في حياة من في حياتنا العمليه لما بتوصل الامور لاتخاذ قرارات كاسره انه فعلا نتفق كاسره على اخذ القرار تعرف احنا لربما من مجتمعاتنا العربيه والفكر القديم تعلمنا انه في لربما درجات في التفكير عند الرجل تختلف عن الامراه الموضوع لربما بس تعرفي كاسره ناخذ القرار الصح لازم ندرس الموضوع كاسره آه لازم نفهم الموضوع ايش ابعاده علينا كاسره كزوج وزوجة نشترك بانه نصلي حتى ناخذ القرار انه نعرف هل عندنا فعلا هدف كاسره نوصل له القرار من خلال القرار نعمل نوصل لهدف له معين توحيد الهدف عند الاثنين لازم يكون فيه. ده له اهميه بالضبط زي اتخاذ القرار انه نعرف الهدف بكثير من الاحيان احنا بنخطئ نخطئ الهدف نخطئ أنه أنا كشخص كزوج كفرد كرجل هدفي أنه أوصل لشغلة معينة ولكن بكتير ببعض الأحيان إذا ما انتبهنا لموضوع الأسرة وأخذنا الهدف كأسرة أو القرار كأسرة يكون له أبعاد سلبية على حياة الزوجية مع زوجتي وعلى أولادي وعلى عائلتي فاتخاذ القرار كأسرة مهم جدا جدا آه. أو كمان ما يتخذش بطريقة أنانية يعني أنا ده اللي هيريحني أنا أو ده اللي هيبسطني أنا لكن كمان أكون عاملة حساب لا في أفراد تانية معي طبعا م. درجة آه تعرف في ثلاث أمور باتخاذ القرار كأسرة أنا بفكر فيها دائما لما بأخد قرار آه أنت قلتي كلمة أنانية تعرفي سهل جدا الله يعني إحنا طبيعتنا البشرية دائما بتفكر باللي أنا بدي إياه أنا أنا أنا, أنا. ولكن بالاسره بالاتخاذ القرار كاسره مهم جدا اخر شيء افكر فيه انا واول شيء افكر فيه اسرتي وده امر الرب النا امر الرب النا بانه نفكر بعائلتنا باولادنا بنتائج هذا علينا من من محبه الله انه بذل نفسه من اجلنا محبه الله انه بذل نفسه عني محبتي اذا فعلا انا عندي محبه لاسرتي وعائلتي باتخاذ القرار لازم افكر اسرتي وعيلتي اولا يعني. طيب إيه هسالك على حاجه وبعد كده هنطلع فاصل هل اخذ القرار ده محتاج قوه شخصيه ولا يعني اراده قويه؟ هو محتاج اراده قويه ومحتاج قوه شخصيه <applause> <applause> اقول لك ليه؟ اراده قويه بانه تكون ارادتك انه فعلا تدرس القرار تدرس ابعاده مش اراده قويه انه تعمل اللي براسك ايوه انا واحده من الامور اللي وقعتني مشاكل كتير بحياتي بالماضي انه كنت اعمل اللي براسي يعني <applause> مع كنت انا شخص تعبت بابايا شويه كثير <applause> شويه كثير آه بس لانه كنت بدي اعمل اللي براسي تعرف يعني آه آه عايز تنفذ اللي في دماغك مش عايز حد راي حد يعني وبعض الاحيان معلش اقول هالكلمه كنت اعرف انه الامر غلط بس عشان عايز انفذ اللي براسي كنت اقول أوه. انا هعمل اللي هي براسي. يعني بس ده انت يعني بيبقى في مرحله معينه يعني في مرحله المراهقه مثلا لربما ولكن مم. انا بتطلع على نفسي انا عمري اكثر من 20 سنه انا عديت مرحله <applause> المراهقه <applause> <applause> ايوه بس لا مازلت كان في وقت المراهة. كان في وقت من الاوقات آه شوفي تعرفي في عناد بفتره المراهقه بس في عناد بعد المراهقه انا بحكي لك عن نفسي صحيح. في عناد انه اذا ما كان في اتفاق بيني وبين بالعيله كزوجتي بيني وبين زوجتي انه اعمل انا بدي اعاند اعمل اللي براسي فعناد لربما مش عناد مراهقه ولكن عناد انه انا الماتشو مان انا الراجل بالبيت عايز اعمل القرار بس ده تفكير خاطئ جدا يعني مش بس من ناحيه كتابيه ولكن من ناحيه عقلانيه انسانيه انه التفكير بس بعض الاحيان المجتمع اللي عشنا فيه علمنا انه يكون عندنا عناد يكون عندنا انه انه هذا له جزء بالرجوليه ولكن فعلا ما لهوش دخل بالرجوليه اذا اذا شخص عنده انت قلتي عن انه الشخص يكون عنده قوة شخصية, قوه شخصيه ويكون عنده قوه اراده قوه, أرادة. يعني قوة الاراده والشخصيه انه فعلا اشمل ادرس اعرف الموضوع دي قوه الاراده اللي انت عايزها مش م. قوه اراده انه تثبت نفسك على غيرك يعني ماشي كلمته وخلاص مش فارق النتائج ايه انا ب... بندم على كثير من القرارات اللي عملتها بحياتي اللي ما درستها. أبعدها. درست ها درست ابعادها او دخلت اشخاص حتى يساعدوني باتخاذ القرار المضبوط و... بس زي ما قلت عنوان البرنامج دروس من الحياه آه من ده الحلو بالرب آه ده الحلو بالحياه انه في دي دروس بحياتنا بس اللي بصليه انه والحلو من خلال البرنامج انه نحن بنتكلم عن امور عمليه تساعدنا انه نتعلم ونعمل افضل مش بس عشاننا ولكن القرارات اللي بنتخذها يعني انا بامن كثير من الاحيان طريقه معيشتي كشخص لها تاثير كبير على اولادي اكيد لها تاثير كبير على عيلتي وطريقه نمو اولادك لها تاثير كبير على اولاد اولادك ف كيف انا بتخذ القرار كمان راح يعلم اولادي كيف يتخذوا القرار وراح يعلم الاشخاص اللي انا بختلط فيهم على اتخاذ القرار وبدل كثير اشخاص عن مين انا يعني اتخاذ القرار او العناد باتخاذ القرار ابعاده السلبيه كثير كثير اكثر من ابعاده الايجابيه يعني انا بشاركها بعد شوي في شيء بالانجليزي بقول intentionality plus method equals result في كثير من يعني intentionality اللي هي التصميم زائد الوسيله يساوي نتيجه عرفتي ف اذا عندك تصميم حلو ولكن الفورملا هاي عباره عن 80% تصميم و20% وسيله بس ليش 20% انه تغير الوسائل حتى توصل للوسيله المضبوطه حتى توصل للنتيجه المضبوطه بالقرار نفس الشيء انه انت عندك هدف مع العائله وضعته ده خلي الهدف امامك ولكن ابقى غير وتعلم الامور ادرسها مع زوجتك ادرسها مع العيله حتى توصل للقرار المضبوط راح تاخذ نتيجه مضبوطه ياخذ وسائل اكبر فعلشان يوصل لنتيجه الاحسن وتغيير الوسائل حتى توصل للنتيجه المضبوطه مهم جدا صحيح. لانه كثير من الاحيان احنا بخلص الوسيله اللي انا بعرفها الوسيله دي وانا مصمم مش حغير النتيجه مش حتكون النتيجه اللي انت بدك اياها طيب احنا هنشوف انترفيو مع الناس دلوقتي هاي. صورته معاهم ونشوف رايهم في اتخاذ القرار او بياخدوا قراراتهم كزوجين وكعيله ازاي اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنشوف مع بعض الانترفيو ونرجع تاني نكمل موضوعنا ازاي إحنا كنا بنحاول إن القرار طبعًا يطلع من جوزي وطبعًا عادة يعني أنا وهو كنا بنشترك مع بعض فالأولاد كانوا بيفهموا سواء أنا برد أو 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 جوزي بيرد إن الـ 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 يعني في اتفاق بيني وبينه على القرار مش واحد مننا بس اللي بياخده دايمًا إحنا دايمًا إحنا بناخد القرار بالطريقة دي إني أنا وزوجي بنتكلم على الموضوع اللي محتاجين ناخد فيه قرار I'm my opinion, he's and i uh, the final say. But <laughs> I do Basib the final say. Sometimes it's not exactly what I want, but I'm Uh, is powerful وبصلي ان ربنا طبعا يشهد ويعمل الفاينل سي ما في حدا منا بياخذ القرار لوحده بده يكون القرار دائما بده يكون مشترك بين بعضنا بس اهم شيء انه قبل ما ناخذ اي قرار لازم نكون مصليين مع بعضنا بشركه مع بعضنا لحتى ونصلي لهيدا الموضوع المعين يلي لازم ناخذ فيه القرار وبعدين بناخذ فيه القرار مع بعضنا اللي بيتخذ القرار في البيت آه يعني هو بيبقى راي مشترك بيني ما بين آه مراتي بنتناقش وبنطلع بنتيجة ممكن ممكن ما اقتنعش برأيها في النهاية باخد القرار طبعا لكن بتحمل نتائجه طبعا لو القرار ما مظبوط طبعا بتعاقب في أنا دايما باخد القرار في البيت بالنسبة لبياخذ القرار في البيت ده سؤال صعب جدا لان احنا يعني زي ما الكتاب بيقول ان احنا المفروض لو في اختلاف في الراي راي الزوج يرجع للاخر طبعا ده بيبقى صعب قوي قوي كتير على الست لانه يعني زي ما احنا عارفين الراجل غير الست وطريقه تفكير الرجل غير الست فسام دايمز الحاجه اللي بتبقى بالنسبه للراجل يعني هي دي اللي صح صح 100% بالنسبه للست لا في طرق احسن من كده فده سؤال صعب جدا ان مين اللي بياخد القرار في البيت بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نمشي مع الكتاب ان الزوج هو اللي ياخد القرار في البيت احنا كنا بنحاول نديهم التراست او الثقه ان هم ياخدوا قراراتهم بنفسهم بس طبعا غالبا هم كانوا بيستشيرونا لكن طبعا في سن معين ابني او بنتي كانوا هم القرار الاخير بتاعهم هم يعني مثلا اي جامعه يدرس فيها او ايه عايزين الكارير بتاعهم اللي هو الفيوتشر او المستقبل بتاعهم يكونوا ايه ده قرار بتاعهم هم احنا كنا بنكون مساعدين او احنا واقفين وبنمسك ايديهم لكن انا احنا طبعا عندي سن معين ما نقدرش نقول لهم لا القرار ده احنا بتاعنا حتى في جوازهم انا ما قدرتش اقول لبنتي وابني لكن هم عاده كانوا دايما بيرجعوا لنا ويقولوا ايه رايك يا ماما انا مثلا معجبه بالولد ده او البنت ده وابتدينا نتعرف على بعض لما اولادي بيحتاجوا ياخدوا قرار هم الصراحة بيجوا لنا بيجوا لنا وبيقولوا لنا كتير من يعني القرارات المهمه بيجوا وكاينة بيعرضوا الامر قدامنا واحنا احنا ما بنحبش ناخد القرارات ليهم لاني بنحس ان ديت مهمه بالنسبه لهم لكن اي اتجاه بنقدر نوجههم ليه بنقول لهم يعني اللي احنا عارفينه بنقول لهم دي كذا ودي كذا واللي هيحصل كذا كذا واللي هيحصل كذا كذا لكن الفاينل ديسيجن بنحاول نسيبها لهم هم لاني مش عايزينهم يجوا مره يقولوا لنا انتوا اللي عملتوا القرار ده وعشان كده احنا تعبانين او الخطه دي مش نافعه لينا عشان انتوا اللي اخذتوا القرار مش احنا. نحن بنعلم اولادنا انه هن من هن وصغار بنفرجيهم من من ياخذوا القرار بنفرجيهم الصح. ومنفرجيهم الغلط بنقول لهم اذا بدكم تاخذوا هيدا القرار الصح او في صح وفي غلط لا انا بحب انه انه شخصيتهم تكبر لما هن بياخذوا القرار بس اكيد بتوجيه منا نحن ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا وازاي ناخد قرار بس انا بفكركم التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه وبشجعكم ان انتم تتصلوا وتسالوا على اي حاجه في موضوعنا وازاي ناخد قرار اخ مازن زي ما احنا شفنا في الانترفيو في حاجتين انا سالت فيهم اول حاجه ازاي الزوجين ياخدوا قرار مع بعض تاني حاجه ازاي اعلم ولادي ان هم ياخدوا قرار او هم من امتى بيقدروا ياخدوا قرار اول حاجه بقى اللي لا احنا لاحظناه من الانترفيو ان برضه ايه الراجل الشرقي الراجل م. هو اللي ال... الكلمه الاخيره يعني في الغالب هما بيقعدوا مع بعض بيصلوا بس الراجل هو اللي بي... بياخد القرار في حد تاني ال... 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 واحد انا اللي باخد القرار راجل شرقي صحيح أيوه. انا عايز اعرف من الانترفيو او من حياتنا المفروض اعمل ايه وازاي يكون في ديمقراطيه في الاسره او بين الزوجين في اخذ القرار ايوه مع طبيعه الراجل الشرقي امين <تصفيق> <تصفيق> شوف ال يعني طبيعتنا الشرقيه اللي احنا تربينا فيها احنا بدينا ببدايه البرنامج كنا نحكي عن العوامل الداخليه وعوامل خارجيه في كثير في بعض الامور اللي عرفناها من العوامل الخارجيه اللي ربما بت بتادي للطريقه اللي بنجاوب فيها على السؤال او الطريقه اللي بنتعامل فيها مع اتخاذ القرار ولكن انا بدي احكي لك عن أمور الشخصيه عن طريقه العمليه عن حياتي العمليه آه الكتاب المقدس واضح اللي بيقوله بافسس آه بانه كما ان المسيح هو راس الكنيسه كذلك ان الرجل هو راس المراه, المرأة. لكن بوجهه نظري الشخصيه ومن اختبار الشخصي انه كثيرين منا محتاجين انه ندرس فعلا ايش هاي الايه وايش ابعاد هاي الايه لانه تطلع لها دائما من منظور السيطره الاثوريتي انه انا مسيطر على المراه وبننسى موضوع مهم جدا هو موضوع الحب عرفتي بانه احنا ما بننظر لموضوع المحبه على طول بنطلع انه الرجل هو راس المراه عشان هيك هو اللي مسيطر لازم هو اللي ياخذ القرار وانا بتوقع يعني من اختباري الشخصي هاي طريقه خاطئه للتفكير بهاي الطريقه طيب معلش انا هقطعك بس عندي فضل. سؤال في الجزء ده أيوة. هل سيطرة ولا الرجل اقدر على اخذ القرار اكتر من المرأة يعني يمكن طبيعة الرجل عملي شوية أيوة. ست عاطفية اكتر هل ده لده للسبب ده الرجل اقدر ان هو ياخد القرار انا ما بتوقعش انه الرجل اقدر الرب خلق الرجل والمرأة بنفس الفكر <applause> والفكرة الخاطئة عنا احنا بنفكر انه للرجل لسه ربما بيعرف اشي اكتر من المرأة انا بشتغل كتير بطبيعة شغلي انا بشتغل بشركة فيها مليون موظف حوالين العالم كثير من الناجحين انجح من الرجال بالشركة هم ستات هم ومن فكرة أنه الرجل أذكى من المرأة ولا الرجل أحكم من المرأة فكرة خاطئة أجين وجهة نظري الشخصية لربما بعض الرجال يزعلوا مني ولربما بيتصلوا ويزعلانين ولكن بدي, بدي أقولها بصراحة يعني لأنه فعلا تدرسنا هذه الأمور من عوامل خارجية إحنا عشناها مجتمعنا الشرقي ولكن إذا بنرجع للكتاب المقدس من خلال محبة يسوع ومن خلال طريقة الخلق الله حكى لادم اصنع له معينا نظيره معينا لما بت... انت بدك تحتاجي مساعده من واحد بتطلع لواحد يساعدك اقل منك ولا بتطلعي لواحد يساعدك على الاقل يكون بنفس المستوى اللي انت فيه عشان يساعدك بالامر مش راح تكوني لحد يعني مش ممكن تروحي ل سامحيني بالكلمه لحرامي تقولي له علمني كيف ما اسرقش <applause> او مش ممكن تروحي لواحد واقع بمشكله معينه وتقولي له انقذني إن من مشكلتي اللي هو نفس المشكله اللي هو فيها فمعينا نظيره معينا انه يكون اتليست ات ذا سيم نظيره على نفس المستوى فالفكره انه الرجل احكم من المراه الرجل انا اجين ذس وجهه نظر الشخصيه لربما البعض لا يتفق بهذا الامر ولكن وجهه نظر خاطئه انه نفكر بانه الرجل درجه مختلفه عن المراه طيب ازاي يكون في ديمقراطيه في البيت و... واخد القرار المظبوط واولادي يشاركوني في القرار ده رغم ان في فرق اجيال وفرق تفكير طيب خليني بس اقول قبل ما نوصل على الاولاد لانه موضوع الاولاد والاحباء اللي شافوني على القناه بالاوقات الماضيه انا على قلبي جدا اولادنا <applause> يعني كنت احب مع الاخ سمائيل نعمل شغله حوالين قلبي على اولادي أولادنا في المهجر أولادنا مش بس بالمهجر بأمريكا أولادنا بالمجتمع بالعصر اللي إحنا عايشين فيه إحنا في أصبح تقريبا هو ما بين إحنا العصر تبعنا اللي عشنا فيه وعصر أولادنا الحقيقيين فرح نوصل لهاي الفكرة بس قبل ما نوصل لهاي الفكرة تعرفي طريقة تفكير زوج وزوجة مع بعض باتخاذ القرار يعني أنا بشكر الرب إنه الرب وضع زوجتي بحياتي عشان اتخاذ القرار لأنه بكثير من الأحيان هي ساعدتني على اتخاذ القرار الصحيح وقراري اللي أخذته كان نتيجة حكمتها وفكرتها ومساعدتها وأنا بشكر الرب وأنا مش بحكيش هذا الكلام بخجل أنا مفتخر بهذا الكلام لأنه الرب وضعنا مع بعض كجسد واحد كجسد واحد حتى نكمل بعضنا البعض بوجهة نظري بالبيت الرب كما إنه بأمريكا في الرئيس مساعد الرئيس President and Vice President لربما بالبيت في الرئيس ومساعد الرئيس بس مش لاتخاذ القرار ولكن لانه ترتيب الله لهذا الموضوع وضعه بهذا الشكل انه الرجل والامراه مع مع بعض اي رئيس بشركه دائما عنده Vice President ما باخذ قرارات الا من خلال الفايس بريزيدنت وبتعتمد على الفايس بريزيدنت باتخاذ القرارات انه يكون الفايس بريزيدنت رايح ودارس الامور مع الكل وبندرس الموضوع مع بعض وبنفهمه بترتيب البيت بوجهه نظر الشخصيه وبطريقه تفكيري باولادي وبعيلتي بتطلع على الامر بهذه الطريقه بريزيدنت فايس بريزيدنت شركة واحده إتخاذ القرار رئيس ومساعد الرئيس إتخاذ القرار بعدين اولادي هم تقريبا الاعوان في اتخاذ القرار من احلى الامور اللي بشوفها بحياتي لما بدرس مع انا عندي بنتي عمرها 14 وعندي ولدين 8 و7 آه لما بسال بنتي عن اشياء آه عن ايش ايش هي حاسه بالامر او انه في امر على آه تعرف في يعني آه آه طريقه توصيل القرار للاولاد او انه نسالهم عن اتخاذ القرار هي بتتطلب حكمه كبيره لانه كثير اولادنا بالاعمار اللي هم بمختلف الاعمار اللي هم فيها لربما بتاخذ القرارات بطريقه مختلفه وممكن يكون لها تاثير كبير بحياتهم العمليه لما يكبروا. فبس انه طريقه انه نتكلم مع اولادنا بكثير من الاحيان مجرد مشاركتهم مشاركتهم يعني. بس بشكل عام م. عن الامور كثير بنتي اعطتني حكمه م. ساعدتني بانه اخذ افهم الامر من البعد اللي هي بتفكر فيه مش بس من البعد اللي انا بفكر فيه، مم. ابني نفس الشيء لربما بيشوفوا من منظورهم ولكن لازم بدراسه القرار اطلع على الموضوع بشكل عام. آه آه الرب لما وضع العائله مع بعضها وضعها لهدف والهدف انه نكمل بعضنا البعض، احنا مش كلنا ايد، مش كلنا رجل، مش كلنا آه الرب وضع جسد كامل بالعائله. مم. بس ده محتاج تدريب كمان للاولاد ان انا خلاص معودهم في كل قرار هم بيشاركوني من سن بدري يعني. بطريقه طريقه حياتي الشخصيه مع بتسي دائما بدايه القرار او بدايه دراسه القرار بدرسها مع زوجتي قبل ما نوصل للاولاد ولكن لما بنوصل للاولاد بنكون انا وبيتسي متفقين بانه رح نسال الاولاد وعن ايش رح نسالهم او انه كيف رح نوصل الامور لهم صعب جدا انا بقول لك عن اختبار الشخصي بقالي برا الاردن 21 سنه، بال21 سنه نقلت خمس مرات في كل مرة محتاج قرار <applause> في كل يوم محتاج قرارات ولكن كان في قرارات كبيرة بحياتي بهاي الخمس أمور بهاي الخمس مراحل باتخاذ القرار بكل قرار دراسة القرار زوجتي وأنا كيف درسنا القرار كان له طريقة معينة تدريب معين تعلمنا شيء جديد من خلاله كمان تدربت امور كثيره يعني انا بتطلع على امور حياتي لاول قرار اخذته للقرارات اللي باخذها اليوم كثير تغيرت اسلوب او طريقه اخذي للقرار في خبره يعني اكتسبت خبره اكيد خبره من دروس قرارات اخذتها خاطئه خبره من قرارات اخذتها صحيحه خبره من ناس كلموني عن قرارات هم اخذوها بكثير من الاحيان سهل جدا تو ميك سهل جدا الواحد يقول انا قراري كده او انه اعمل قرار ولكن مش سهل اتحمل مسؤوليه القرار او اتحمل نتائج القرار لانه الحقيقه اللي اللي احنا بنعيشها بحياتنا كل قرار له نتيجه <applause> لما بتعملي قرار ايش الجزء الثاني من القرار نتيجه القرار فاذا انت اخذت قرار سريع من غير التفكير فيه رح يكون نتيجه سريعه وانا بقول لك عن يعني حياتي العمليه الشخصيه انه كثير من الاحيان لما باخذ قرار سريع بدي ادفع نتيجه للقرار اللي انا اخذته، بح... بحياتنا بحياتنا الزوجيه بالعائلاتنا كمان احنا القرارات اللي بناخذها الها نتائج، والنتائج لازم انا اتحمل مسؤوليتها، ب... بكثير من الاحيان ايش اللي بسبب المشاكل بالعائلات؟ انه قرار غلط ونتيجه غلط. غلط نتيجه غلط واللي بسبب مشاكل اكبر انه ما نكونش دارسين القرار مع بعضنا البعض وبصير المشكله بين الزوج والزوجه انه انت ما شاركت باخذ القرار ولكن انت بدك تحملني مسؤوليه القرار وهذا اتس نوت فير مش عدل بس الحلو بالامر اذا بناخذ القرار مع بعض ندرس مع بعض حتى لو كان نتيجه القرار صعبه كعائله نحن فاهمين انه مع بعض اتفقنا على اتخاذ القرار فبتؤدي لوحده ووحدانيه بدل ما تؤدي الى انفصال كثير كثير بحياتنا العمليه احنا بحياتنا الشخصيه القرارات اللي بناخذها الفرديه بتسبب لمشاكل عائليه ولمشاكل بالاولاد ولمشاكل ب حياتنا وهي بتسبب لمشاكل داخلية ومشاكل نفسية و... واحنا بنشوف اللي عماله بيصير بهاي طيب احنا معانا مداخلة الأخ إبراهيم من كندا أهلا بحضرتك ألو طيب هو تليفون وقع زي ما حضرتك قلت لو حتى قرار في شغل وأخدته بطريقة فردية وما شاركتش الباقي الأسرة أيوة. نتيجته بتطل... بترجع على الأسرة يعني أنا شايفة حتى لو في شغل فنتيجة برضو بتعود على الأسرة أيوة. سواء بالنجاح أو بالفشل طبعا الـ الـ القرار العالي شوف الحياة الفردية والحياة الزوجية مختلفة يعني <applause> إحنا كأفراد القرارات المنخدة بتعود علينا بنتائج فردية عليها نتائج فردية ولكن قراري أنه أتزوج حملني مسؤولية عائلة بزواجي القرار بيرجع للأسرة له نتيجة طبعا فقراري بعد قراراتي بعد الزواج نتائجها مش بتعود علي فرديه ولكن بتعود علي كاسره وده هذا الاشي المهم باهميه مناقشه القرار مع بعض واتخاذ قرار واحد لانه نتيجه القرار رح يكون لها نتائج وابعاد على الاسره كلها. ده مظبوط. كنت عايزه اسال هل القرار او القدره على صنع القرار دي موهبه ولا حاجه بتيجي من عند ربنا ولا ده تدريب ولا تعليم بتعلمه؟ ولا اي شخص ينفع ياخذ قرار. هل هي موهبه؟ مش موهبه. م القدره على اتخاذ القرار هي عباره عن تدريب. انا بوجهه نظر الشخصيه تدريب مع بعضنا البعض دروس احنا بنعيشها ونتعلمها مع بعضنا البعض، انا يعني هل الله اعطى اشخاص موهبه انه ياخذوا القرار الصحيح دائما؟ صعب بالنسبة لي أنا بقول لك عن 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 نفسي ولربما في أشخاص كثيرين بيوافقوني بعد الحكي، بتعرفي اللي بياخذوا قرار دائما صحيح إذا بتطلع إلى الروت كاز للسبب أو المصدر لاتخاذ القرار رح تلاقي إنه إنه أخذوا القرارات الصحيحة لأنهم درسوا الأمور الصحيحة، مش لأنه عندهم موهبة بطريقة عجيبة إنه ياخذوا القرار بطريقتهم الشخصية من غير ما يدخلوا أي شخص ثاني. لو كان هذا الحكي مزبوط كثير من الشركات بالعالم كان بس بدوا يشغلوا بس شخص واحد عشان ياخذ كل القرارات عن الشركه عنده الموهبه دي بس ده مش مش مظبوط لانه يعني مظبوط في رئيس للشركه بس لكن رئيس الشركه قدراته هي استخدام عقله اللي اعطاه اياه الله بانه يستخدم اخرين لتحقيق القرار اقول لك حاجه بشغلنا بنعملها دائما اخت امل بشغلنا بكثير من الاحيان الليدرز الليدرز يعني المسؤولين بالشغل بتركيبة الشغل بتركيبة الكوربريت بتركيبة الـ 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 العمل في رئيس في مساعد رئيس في أفراد في سلم إداري. السلم الإداري موجود ترتيبات بأنه الليدر مش ضروري أنه يستخدم إيديه باتخاذ القرار لكن بيستخدم عقله بانه يعطي افكار للاشخاص اللي موجودين تحتي حتى هم يقوموا بدراسه الموضوع اكثر لربما بايديهم حتى يوصلوا للاشياء وبعدين بيجمعوا كل الافكار هاي بيردوا لل للرئيس وبعدين بيناقشوا الموضوع كمان مره وبيدرسوا مع بعض وبيقرروا الموضوع يعني هو قدرته على تشغيل الناس اللي معي قدره قدرتنا بالعائله على تدخيلنا مع بعضنا البعض على اتخاذ القرارات ده الحكمه بالموضوع ده ال this is where يعني الموهبه الموهبه بانه استخدم استخدم الافكار اللي اعطاني اياها الرب بانه فعلا ادرس الموضوع من كل النواحي وانا يعني كثير من لربما بعض الاشخاص اللي بيتفرجوا على التلفزيون بيقولوا اوه ده كلام مش عملي انا بتحدى هدول الاشخاص انه فعلا تعزم على عمل قرار واعمله بطريقه انت بتعملها بطريقه مختلفه وشوف شو النتيجه اعمله بانه تدخل اشخاص اخرين اذا كنت انت مش متزوج وحاب تعمل قرار للزواج وانت مصر ومخبي الموضوع بنفسك ادرس الموضوع مع اشخاص اخرين اطلب اطلع على اشخاص يساعدوك باتخاذ القرار وادرسوا من نواحي مختلفه راح تلاقي انه انت راح ترتاح نفسيا انه بديت تعرف ابعاد انت ما كنت عارفها يعني اتخاذ قرار بالبزنس ب... ب... اقول لك ب... بشغلي كل يوم مجموعه قرارات كبيره إذا بأخذ القرارات لحالي لربما كنت طرت من فترة طويلة ولكن الموهبة بأنه نستخدم العقل اللي أعطانا يا الرب بأنه ندخل وندرس القرارات مع بعضنا البعض في مثل بيقول اسال مجرب ولا تسال طبيب يعني دايما لما بنوسع دايره السؤال وخبرات الناس الثانيه احنا بنستفيد وبنتعلم ما اصعب اخت امل ما اصعب من مثل ما أصعب من مثل اسأل مجرب ولا اسأل طبيب, طبيب. لأنه أنا عشته ولكن أجين بالتدريب على اتخاذ القرارات علمني أنه أسأل فعلا مجرب ولا تسأل طبيب لأنه كثير كثير من الأمور اللي احنا بنمر بحياتنا فيها آه لربما نتعلم الدرس من شخص تاني مر في هذا الأمر ويساعدني أنه ما أغلط نفس الغلطة اللي هو غلطها ولكن إذا كان عندي عناد ومش مش عايز اخذ القرار اللي براسي ومش حاخ... مش حاسمع كلام ناس تاني حتدفع النتيجه على القرار اللي انت بتاخده طيب احنا رجع تاني الاخ ابراهيم الو اهلا بحضرتك و... الو اهلا اخ ابراهيم اهلا بحضرتك ممكن تبعد عن التلفزيون او تطفي التلفزيون لا هو الصوت مش واضح خالص انا مش سامع حاجة انا سامع صوت تلفزيون الو طيب هو غالبا الخط قطع تاني أه هو المثل يعني اسال مجرب ويسأل ولا ولا تسال طبيب لا يعني انا رايي اسال مجرب واسال طبيب يعني انا بسال الـ إيه. الـ آه الخبره واسال العلم او المفروض امشي عليه ده, ده انا هاي انت علمتيني شيء جديد انه اسال الاثنين وده فعلا اسال الاثنين بلاش انا كنت دائما بفكر بهذا الـ الـ الامر انه اسال مجرب ولا تسال طبيب يعني بس انت قلتي اسال مجرب واسال طبيب اسال الاثنين بتعلم منك يعني, يعني المفروض يعني الاثنين يعني من من كلام حضرتك يعني المفروض انا بسال خبره بس في نفس الوقت كمان بستغل القدرات اللي ربنا اداها لي وكمان بمشي على خطوات معينه آه تعرف ب... انا بحب الامثال القديمه جدا باباي كان دايما يقول الف قلبة ولا غلبة اه الف قلبه قلبه ولا غلبة بما معناه انه ادرس القرار وغير رايك قبل كيف. ما تخسر مره غلبة يعني انه تتغلب أوه. فالف قلب قلب الامور قلب كل حاجه حتى توصل للقرار بس ما تتغلبش مره لانه لما تتغلب مره تاثيرها أجين نتيجتها لربما يكون ما يكون منها رجوع، أنا بقول لك يعني شوفي في شخص بعرفه آه هو عاش عشنا بنفس البلد أنا وياه، عشنا بالأردن وتربينا مع بعضنا البعض. آه هذا الشخص آه عمل آه بعد عن الرب وعمل قرارات بحياته كان لها آه نتائج كثير كثير سيئة. كثير سيئة لدرجة أنه آه دخل معه بأمور خاطئة وسببته بأنه لسبب أو لآخر لربما هو ما عمل الأمر أو ما عمل المشكلة ولكن هو بالسجن لمدى الحياة yeah. آه وأنا هذا الشخص بعرفه شخصيا وتكلمنا مع هذا الشخص بعد ما صارت المشكلة هو بالسجن والشخص ندمان جدا على انه القرارات اللي عملها بحياته ولكن الحقيقة انه الله سامحه على الامور الخطأ أمين. تاب والرب سامحه انا مؤمن من كل قلبي انه هذا الشخص تاب ورجع لك. امين بس لازم يتحمل ولكن هاي اللي كنت عايز اشاركه انه هل رح يطلع من السجن يعني الامر صعب جدا وهيك بحياتنا ايضا الف قلبي ولا غلبي يعني انه ادرس القرار مع زوجتك وزوجك وزوجك وادرس القرار مع العائله، ادرس ادرسه من ناحيه عمليه، من ناحيه طبيه، من ناحيه من اي ناحيه، ادرس كتب، اتعلم، اتدرب على اتخاذ القرار الصح، لانه اتخاذ القرار الصح رح يكون له نتيجه صح. اتخاذ القرار الصعب راح يكون له نتيجه صعبة وبعض الاحيان مش ممكن نرجع عن القرار اللي اخذناه. يعني انا اتعب نفسي في الاول وقت احسن ما اتعب عمري كله في نتيجه قرار طبعا م. وده يعني سهل انه نقوله لكن صعب انه نفذه لكن هذا تدريب على اتخاذ القرارات انه فعلا اخذ وقتي باتخاذ القرار افضل من ما اخذ قرار واندم عليه لانه في بعض الاحيان الندم على القرار لا يرجعك انه تعيد الفكره من اول وجديد والرب لا يسمح طيب احنا الاخ الاخ ابراهيم من كندا معانا الو مرحبا اهلا بيك اهلا بيك تفضل آه بدي اهنيكم على البرنامج الجميل شكرا شكرا, شكرا حضرتك أخي ابراهيم حبيبي والسؤال تبعي آه آه انا والله اجى واحد هندي ابو لفي عنده لفي براسه آه لعندي على مكان الشغل ايوه واجي قال لي فيني اتكلم معك آه شوي <applause> قلت له اتفضل اتفضل, اتفضل سامعين حضرتك تفضل. قلت له اتفضل طلع بعيوني وقال لي انت رجل طيب قلبك نظيف كذا كذا الى اخره بس انتي بعت عن الرب وعن الدين وما بتصوم وما بتصلي ولازم لازم, لازم انت هالسنه تحسن تحسن كل شيء وتصلي وتصوم و وهالسنه انت رح تقبض فلوس كثير. <applause> وهو طول الوقت عم يحكي معي وعم يطلع بعيوني. أيوة. وعمل كم شغله معي اكتب شيء على ورقه والورقه تكون فاضيه بعدين يرجع يعني يج يبين لي الاشياء على الورقه. انا ما بآمن بهيك خرافات بس انا أيوة. الاشياء اللي قال لي اياها اللي صارت بحياتي واللي عم تصير كانت حقيقيه امم وهو هيدا يمكن سيك هو من الهند ايوه فانا بس بدي اعرف هل يا ترى هالرجل اللي قال لي اشياء بحياتي مزبوطة ولا خرافات طيب احنا هنجاوب على حضرتك وشكرا ليك ولمداخلتك ايوه شكرا يا اخي ابراهيم يعني هو بعيد شويه عن القرار بس بيسأل ممكن الراجل ده يكون بيتكلم صحيح او ربنا قايله رساله ولا دي خرافات شوف اقول لك المظبوط اخ ابراهيم آآ آآ اذا عايز الرب يكلمك الرب راح يكلمك انت شخصيا والرب قادر انه يكلمك انت شخصيا اذا الشخص بيجيك من بعيد عشان يقول لك كلام ويقول لك خرافات ويقول لك حاجات لربما انت صادفت انه تكون الاشياء اللي انت شاعر فيها بحياتك انا من اختبار الشخصي لا اؤمن بكلام شخص ثاني قال لي اياه ولكن بطلع على الرب يسوع، دائما دراستي لقراري او للشيء اللي بسمعه من الخارج من من اشخاص اخرين من الخارج دائما برجع للكتاب المقدس ولمنظور الكتاب المقدس بالامر. ده مبدا الحلو بالرب يسوع انه وضع لنا الكتاب المقدس والاحلى من الكتاب المقدس انه الله يسوع حي. والروح القدس موجود فينا وبعطينا فعلا انه ندرك الاشياء اللي نسمعها والاشياء اللي بنعرفها ويعطينا انه نميز ايش اللي من عنده وايش اللي مش من عنده فانا ما بعرف ايش اللي قال لك اياه هذا الشخص ولكن بعرف شيء واحد انه بتقدر تركض لعند يسوع تروح تركع تقرا كتابك المقدس تدرس عن يسوع تتعرف على يسوع وفعلا تحكي له يا يسوع انت ايش اللي بدك تحكي لي اياه وما تركز على اللي بيحكي لك اياه شخص ثاني ولكن ركز على اللي بيجيك من يسوع ورح تأخذ الإشي المضمون مش راح تكون إشي معتمد على هالكلام اللي قاله أنا مش ممكن أحط ثقتي بكلام قال لي يا شخص ولكن أحط كل ثقتي بوعود الرب اللي موجودة بالكتاب المقدس إنها وعود حقيقية إلي ولحياتي وبتعطيني إنه أنا أعمل فيها وأمشي فيها آمين. وعود تتحقق هي مش بس وعود ولكن هي وعود محققة موجودة إلي والرب يباركك أخي إبراهيم أنا برضه بأمن بنفس ال... رايك يعني لو ربنا عايز مني حاجه هو يقدر ان هو يوصل لي الكلام انا على طول مش محتاجه وسيط ولا حد يوصل لي الكلام او الحاجه اللي ربنا عايزني اعرفها طبعا. دي حاجه الحاجه الثانيه هو الشخص ده اكيد بيقول لكل الناس نفس الكلام ايوه بس ما دام هو حس بان الرساله دي لي او يعني قال حاجه حقيقيه فياخد الايجابيه منها يعني يعني حاول تاخد بقى ما دام انت حسيت ان انت بعيد عن ربنا وإن أنت فعلا مش ماشي في العالم وناسي ربنا والشخص ده جه قال لك حتى لو بيقول أي كلام خد دي بطريقة إيجابية وخد خطوة وخد قرار وابتدي بقى حياتك مع ربنا والجأ لربنا إنك تركض لربنا تعرف آه يعني معلش بس أعقب على كلامك أخت أمل آه صعب جدا إنه شخص ما بيعرف الرب يقول لي عن الرب صعب مش بس ف... ممكن تيجي كده, ممكن كده يعني ممكن تيجي بس نحولها كده بس الـ 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 اللي بتاخذه من الكلام أخ ابراهيم خذ انه لربما الرب بي بيقول لك انه تعال اطلبني، تعال خذني، تعال اسمع الي، بده يتكلم معك وانا بدي اشجعك الليله تاخذ قرار <applause> انك تاخذ الرب يسوع وتركض للرب يسوع أمي. وتركض فعلا تحكي له يا رب انا جاي لعندك، انا جاي بدي آه أخذ منك والرب راح يعطيك الأفضل اللي إلك من خلال روحه القدوس لأنه الرب حي ما يميز الرب يسوع وإلهنا أنه هو حي كل الديانات الأخرى إلهها موجود ميت موجود قبره موجود مكانه إلا الرب يسوع القبر فارغ وهو مش بس أنه ذهب للسماء وسيرجع ثانية لكن حكى أبقي لكم الروح القدس أنه يكون معاكم والروح القدس موجود والرب موجود بده إياك بس أنت تأخذ القرار لأنه أعطاك الاختيار انك تركض له، فخذ هذا الكلام اللي اعطاك اياه الشخص انك تركض ليسوع في هذه أيوة الليله. امين، هو حتى لو الشخص ما يعرفش ربنا بس هو دخل له من مدخل هو عايشه او يعني يعني بيدي له مدى مصداقيته او يعني أيوة. علشان يصدقه، فده يستغل الموقف بطريقه ايجابيه. أمين. تحويل القرار لطريقه ايجابيه ايوه مظبوط <applause> <applause> طيب إيه في مثل بقى تاني بيقول ايه المركب اللي فيها رئيسين بتغرق أيوة. يعني دي امثال مصريه مش عارفه الاردن عارفه الامثال دي ولا لا آه طبعا احنا طيب. يعني عارفين كل الامثال المصريه ولكن هل الاخوه المصريين بيعرفوا الامثال يعني <لويق> الاردنيه <تصفيق <تصفيق> <دسة süiese>. <تصفيق> 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 <تصفيق)> ازاي اقدر امشي المركب وفيها رئيسين ورئيسين زي ما بتقولي بتقول هما متساويين في كل حاجه ايوه ده السهل الصعب ده اللي بنقوله بالعربي م. السهل الممتنع الممتنع <applause> اه شوفي انا ب... في امر في حياتنا والكتاب المقدس بدرسنا اياه مظبوط وانا بعيشه بحياتي الشخصيه امر المحبه هل الامر في رئيسين انا ب... لربما ببدايه الكلام انت قلتي القرار لمين او انه مين ال... مين صاحب القرار هل هو الزوج هو اللي هو الزوجه آه مين اللي بياخذ القرار تعرفي لما يكون في محبه في البيت التركيز بيكون مش على مين راح ياخذ القرار ولكن ايش القرار اذا احنا بنركز من افكارنا على انه مين اللي راح ياخذ القرار بتساءل هل فعلا في محبه ما بين الاثنين ولكن اذا كان في محبه احنا الاثنين كجسد واحد ناخذ القرار الصحيح هو محبه واقتناع بالراي الاخر كمان يعني في اغلب الاسر الزوج بيكون شايف نفسه أنه هو اقدر ان أيوة. هو بيفهم اكتر أنه هو عنده بعد نظر احسن أنه هو يعني بيدرسها بطريقه عمليه اكتر ففي الحياه العمليه مع بعض الاسر لا هو الزوج بيبقى محدد أنه ان هو مش بيحترم او مش بي مش, مقدر قرار اللي لا وجهه نظر الاخر يعني تعرف يا أخت امل هاي واحده من الامور واحده من الامور اللي بتسبب مشاكل بالعائله لانه الشخص اللي مركز ومقتنع شخصيا بانه هو صاحب القرار بالبيت انا بتساءل بنفسي وبسال هذا الشخص في هذه الليله انه يسال نفسه هل هو فعلا عنده محبه لزوجته ولبيته مم. معلش انا لربما سؤال صعب ولكن لانه انا سالته لنفسي كثير من الاحيان اذا إيه تفكيري انه بدي اخذ القرار عشان في مصلحه إلي شخصيه انت مش عارف مش حاط عائلتك ومحبة عائلتك ومصلحة عائلتك امامك، انت بتتطلع عليها من ناحية انانية. وإذا أنت بتتطلع على الأمر وبتقول إنه أنا اللي باخذ القرار بالبيت لأنه أنا أحكم، فأنت طريقة تفكيرك خطأ وأنت بعيد عن الرب. معلش. ناقصة. طريقة تفكير ناقصة. وإذا بتتساءل ليش في أمور سيئة في حياتي وفي بيتي. ارجع لهذا الامر وراح تشوف انه السبب انه انت السبب مش زوجتك، معلش انا بدي احكي مع الاخوه الرجاله <applause> ولربما العكس صحيح اذا في بعض الزوجات في العائلات اذا انت بتشعري انه زوجي ما باخذ القرار الصحيح عشان هيك انا بدي اخذ القرار عن زوجي، انا بتساءل فعلا هل انت عندك محبه لزوجك والقرار اللي انت بتاخذيه مع زوجك هو القرار الصحيح عشان هيك اهم شيء في حياتنا اللي احنا كثيرين منقول هاي الكلمة ولكن تعرفي أكثر كلمة أبيوزد بالإنجليزي إيش هي؟ يعني أكثر جملة فيها أبيوزد إنه فيها نستخدمها ولكن لا تحمل معنى صح. I love you مم. كلمة تستخدم. I love you. كل الناس تستخدم I love you I love you ولأولادنا يا حبيبي بحبك و... ولزوجتي يا حبيبتي بحبك ولا نقول هاي الكلمة ولكن ما فعلا منعيش بهاي الكلمات هو محتاجين نعرف ايه الحب الحقيقي فعلا يعني ايه معنى الحب يعني احنا ممكن نكون أبي بنعنيه لكن انا نمبر 1 تعرفي في فرق بين الحب والشفقه مم. اه حب وشفقه شفقه انه اذا انا بحب زوجتي بس انه بشفق عليها انه بحب عليها ده مش حب حقيقي ده شفقه مم. الحب الحقيقي انه فعلا انا بحب وبعتبر هذا الشخص بمثابه شريك الي ومحبتنا حقيقيه مش بمحبه شخص ناقص وانا زايد او هو اقل وانا اكثر ده تفكير خاطئ جدا و يعني الكتاب بيحكي اذا ما عندنا محبه احنا نكون كاذبين كيف بنحب كيف نحكي بنحب الله واحنا ما بنحب بعضنا البعض بتعرفي الله بعظمته وضع محبه خاصه بين الزوج والزوجه يعني رباط الزوج والزوجه عشان هيك الرب ميزنا بالزواج ميز العائله بالزواج بانه اعطانا هذا السر العظيم انه الزواج يربطنا ببعضنا البعض كجسد واحد صعب جدا انه يكون في قرار سليم بالبيت او يكون في محبه حقيقيه ويكون في قرار خطا. اذا بتطلع على الروت كاز بالانجليزي يعني المصدر الرئيسي للمشكله في بيته ومشاكل في حياتي وانا بطلع عليها من ناحتي. من ناحيتي كرجل سهل جدا اطلع على زوجتي زي ما قلنا الصباع على الرب وثلاثه علي اطلع على زوجتي اقول لها انت الغلط انت ما بتاخذيش القرار السليم انت 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 وثلاث صوابع علي انه انا مش عمالي بسمح لنفسي انه افكر بالطريقه م. لربما زوجتي عندها افكار افضل من افكاري يعني انا معلش يعني كشرقيين صعب علينا هذا الكلام ولكن م. انا مجتمعي العربي علمني انه افكر انه الزوجه او الامراه ناقصه وهذا شيء خاطئ جدا ضد الكتاب المقدس واحنا كمسيحيين لربما كثير من الاحيان من من استخف بهاي الامور ونمزح فيها انه اه انا الراجل بالبيت انا اعمل القرار ده قراري أحبائي بتعرف المسؤولية القرار بتعود علي كرأس البيت في في البيت كرأس ال... كرأس العائلة ده مسؤولية القرار عرفتي بس أخذ القرار ده مع الأسرة مشترك مع العائلة المسؤولية أنا بتحملها كرأس بالبيت طيب معانا تليفون الأخ صفا من كاليفورنيا ألو أخي صفا ألو ايوه ايوه انا محتاجه بس توطي التلفزيون او تبعد عن التلفزيون اتفضل حضرتك اهلا بيك يفنزل. اهلا بحضرتك الحقيقه الموضوع اللي انتوا بتناقشوه من اهم الموضوعات فعلا شكرا موضوع خطير وصعب يعني هو اتخاذ القرار صعب أنا يعني بكلمك أنا راجل تربوي يعني كنت طول عمري مدرس في مصر وبعد كده اترقيت وبقيت يعني في الإدارة بتاعة المدرسة وبعد كده اتعجبت ومش عارف إيه وحاجات زي كده. <applause> يعني الحياة اتعلمتني حاجات كثيرة درست نواحي تربوية كثير وكده فاتخاذ القرار ده موضوع مش يعني موضوعات من أصعب الموضوعات. طبعاً ده <applause> صحيح. <applause> يعني الواحد ممكن رغم مثلا خبرته ورغم كل حاجة بين دفع هنا لما جيت امريكا وبعد كده كان مقدم ليا ناس عاوزين يساعدوني وعاوزين يدوني يعني يدفعوا لي ثمن حتى بيزنس مش مهم وي وي وبعدين انا بس ايه بس انا يعني ابدا في بزنس ابدا حاجه كبيره كويسه. ايوه وفعلا عملت هذا الكلام لكن للاسف كان البيزنس جابني ورا خطوات خطوات كبيره قوي ورا. آه وكانت يعني نتائج القرار مش عاوز اقول لك انها رهيبه يعني أه يعني اول احنا يعني نثق في الرب وكده ولينا علاقه برب كده في زماننا ممكن كان واحد يعني ما يعني وبعدين الناس كانت شايفه الناس شايفه من بره البيزنس مش وحش قوي ومش شايفين الداخل بتاعه مش شايفين حقيقته يعني مثلا انت في البيزنس دوت بتشغل ناس تديهم مرتبات في البيزنس دوت بتجيب حاجات من بره بضاعة من بره دي بتضاع لها فلوسها اللي بعضلك في البيزنس ده بتدفع ادفرتايزنج عشان تعمل اعلانات وكده من شيء فلاني ايوه بتدفع الرنت بتدفع انشورنس بتدفع حاجات كتيره جدا وبعدين بتشوف البيزنس مثلا في الويك اند عند الويك اند كده تلاقيه شغال حلو قوي كويس جدا الناس كلها تقول لك ايه ده ده فين البيزنس ده كده بنوا فلوس وجابوا وعملوا وعملوا وعمروا وبتاع وعمل 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 ويعني ايه ما في في ناس كتير لغايه النهارده لما اتكلم معاهم مش ممكن يصدقوا الحقيقه اللي انا كنت فيها. ايوه. مش يقول لي لا 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 بس برضه خساره، خساره ان انت بعت البيزنس ده، خساره قوي. خساره بعت برضه لو كنا البيزنس استمر كان يبقى كويس. شكرا. وبعدين هو كان جايب مصايب، يعني هو مم. هو رجعني لورا. ايوه. يعني اي شغل بسيطه هنا في امريكا ده بسيطه جدا احسن 100 مره من البيزنس ايوه البيزنس هيعني آه. من خلف الدولار مش عاوز اقول لك يعني مش عاوز اشكر بالظبط يعني ال... طيب. على, شكرا. على شكرا على... شكرا ليك يا اخي صفا شكرا ليك يعني كان تعبني جدا جدا جدا, جداً واثاره كلها جت عليا علي وعلى البيت وعلى كل آه. حاجه ربنا يديلك الحكمه عشان تعرف تاخد القرارات المضبوطه وشكرا ليك ولمداخلتك شكرا أيوة. ليك يا اخي صفا اخ شوفي اخت اخت امل اللي اتكلم على الاخ صفا هو موضوع موضوع يعني اتخاذ القرارات مش سهل احنا أيوة مش انا لسه كنت هقول لك دايما اتخاذ القرار السليم يعقبه أيوة. نتيجه سليمه طبعا يعني انا شايفه لا في اوقات لا بيبقى في الاقتصاد مثلا بيؤثر في العوامل بقى بعيده عننا خالص يعني شوفي ده, ده ده واحد من الامور لكن اتخاذ القرار بوجهه نظر الاولويات ده موضوع ثاني في اتخاذ قرارات أنه لربما إلها نتائج منيحة أو نتائج طيبة من ناحية اقتصادية ولكن يكون إلها نتائج سيئة من ناحية أخرى بحياتنا ففي بتحديد القرار اللي بنأخذه وده اللي حلو بأنه لما تدرس الموضوع من كل أبعاد وأنه تدرسي أبعاد القرار من ناحية روحية من ناحية جسدية من ناحية نفسية من ناحية عائلية يعني من ناحية اقتصادية في كثير من القرارات اللي بناخذها عشان هيك بتاخذ قرار بس من ناحية واحدة التاثير العوامل الثانيه على القرار حيكون لها تاثيرات سلبيه وتاثيرات ايجابيه ونتائج وت... القرار راح يكون نتائج سلبيه ونتائج ايجابيه يعني مم. انا ب... يعني ب... ب... سمعت اللي بيحكي الاخ انه لربما البزنس اللي انت قرار البزنس اللي انت اخذته عاد عليك من البزنس ولكن باولويات حياتك ايش عمل ببيتي؟ ايش عمل مع اولادي؟ ايش عمل مع نتائجه على النواحي الثانيه هو ما ممكن يكون ما الموضوع مضبوط أو ممكن يكون درس الموضوع كويس قوي لكن في عوامل تانية خارجة عن إيده ده برضو أنت قلت لي كل قرار بيبقى فيه ريسك يعني فيه طبعاً. نسبة خطورة آه خطورة أيوة في النتيجة فيعني ده, يعني ده مظبوط وأقول لك حاجة من ناحية عملية أنا بعيشها وعشتها وما زلت أعيشها ورح أبقى أعيشها إحنا لربما كتير منا بي... اللي بنسمع على قناة الكرمة وقنوات ومجالات كثيرة بحياتنا بنسمع امر انه الامر الروحي من ناحيه القرارات وبنقول انا حصلي للامر ولكن فعلا ما بنصلي للامر، ولكن تعرفي اللي تعلمته بحياتي اخت امل اهميه الصلاه باتخاذ القرارات انت يعني لسه ما سالتنيش السؤال ومش ايوه عارف السؤال. <applause> تعرف انا لسه مش مشكله بس انا بدي اقول لك عن اختبار الشخصي الصلاه مع الزوجة ومع العائلة باتخاذ القرار إلها أهمية أكثر من دراسة الأمر من أي ناحية ثانية وكثير من الأحيان إحنا بنقلل من هاي الأهمية تعرفي الحياة عبارة عن رحلة الكل شخص بالحياة رح يعيش هاي الرحلة Whether we like it, إذا كنا عايزين أو مش عايزين كل شخص رح يعيش من ناحية من ولد لحد ما الرب يعطي للكل طول العمر لحد ما الكل يموت لحد ما يموت ففي رحلة بالحياة الفرق بهاي الرحلة إلي كابن للرب مميز بالصلاة بالصلاة من ناحية إيش؟ إنه الصلاة هي اللي بتعطيني فعلا إنه أعرف من خلال قراراتي ما هي إرادة الله في حياتي وهذا موضوع يعني موضوع الموضوع الروحي لاتخاذ القرارات في حياتنا موضوع مهم جدا لربما في أشخاص بيسمعونا ما بيعرفوا ما بيعرفوا الرب أو ما, بي ما مش مش عايشين مع الرب بدي اشجعكم في هذه الليله انت لربما تكتشف شيء جديد في حياتك اللي انت بقالك سنين بتفتش عليه هو فعلا انه توصل لهذا الشخص اللي بيساعدك على اتخاذ القرار السليم بكثير من القرار وببعض القرارات اللي ناخذها بحياتنا هي مش القرارات السهله ولكن القرارات الصحيحه في فرق كبير ما بين قرار صحيح وقرار سهل اه كثير منا بدنا القرار يعني السؤال هل القرار الصحيح يعني الطريقه الاسهل لا القرار الصحيح لربما يعني في بعض الأحيان الطريقة ممكن. الأصعب ولكنه يؤدي إلى نتائج صحيحة على المدى البعيد فمهم جداً ننتبه للأولويات في حياتنا باتجاه القرارات طيب أنا عايز أعرف هل القرار محتاج حكمة؟ القرار طبعاً محتاج حكمة طب الحكمة دي بقى أكتسبها إزاي؟ في حكمة نكتسبها من خلال الخبرة أنه الخبرة اللي أنا مريت فيها بحياتي تتطلب انه حكمه في حكمه اللي هي الحكمه اللي بعطينا اياها الرب يسوع حكمه الهيه حكمه الهيه الحكمه الالهيه اللي الرب وهبنا اياها من خلال روحه القدوس متوفره لكل شخص ولكن الفرق اخت امل بين هاي الاستخدام الحكمه الالهيه هل انا بستخدم حكمه الله في حياتي او انا ما بستخدم حكمه الله في حياتي صعب جدا من ناحيتنا الشخصية أنه فعلا نسلم لحكمة الله في حياتنا ليش؟ لأنه الأمر بتطلب أمور تأخذ حكمة الله بتطلب أنك تقضي وقت مع الله يعني إذا تأخذ حكمة من طبيب إيش تعملي؟ إذا أنت عايزة تأخذ حكمة من طبيب أنه تروحي تعرفي شيء من طبيب إيه تعملي؟ يا بسأله او ان انا اشوفه بيعمل ازاي لازم بعيش تروحي زي عليه م. لازم تشوفيه لازم تساليه الاسئله اللي انت عايزيتها لازم تدرسي عنه هيك كمان مع الحكمه الحكمه الالهيه اللي بعطينا اياها الله انه لازم اذا عايزة تاخذي تطلبها تاخذي حكمه الهيه لازم تطلبيها لازم تدرسي عن هاي الحكمه اللي انت عايزيتها الكتاب المقدس ندرس عنه لازم اروح اسال بسال عن طريق الصلاه واوصل للرب يسوع انه اسال عن هاي الحكمه وأعيش بالامر يعني في كثير منا بنطلب حكمه او بنطلب مثلا الطبيب رحت على طبيب قال لك حتى تخسر الوزن اللي انت عايزيته كلي وجبات معينه دي حكمه صح ولكن اذا ما اكلتي الاكلات الوجبات المعينه هل راح تخسري وزن مش ممكن اخسر وزن نفس الموضوع, الموضوع دا. نفس الموضوع بالحكمه الـ الـ اذا اذا انا عايز حكمه انا انا بتكلم عن موضوع حساس ولكن <applause> ولكن نفس الموضوع من ناحيه القرارات الحكمه الالهيه اذا عايز ودي من اهم الاشياء الامور اللي اعطاني اياها الرب تعرف كثير من الاحيان الحكمه الالهيه متوفره للكل ولكن احنا ما بنستخدم الحكمه <applause> طيب قبل ما نسمع ترنيمه منك أيوة. عايزه اعرف ازاي اعلم ولادي ياخدوا قرار ومن سن كام سنه؟ حلو السؤال يعني هم برضو في حياتهم من من وقت بدري بيبقوا محتاجين ياخدوا قرارات قرارات ازاي انا اعلمهم ومن سن كام ان هم ياخدوا قرار لنفسهم؟ تعرفي آه واحدة من الأمور اللي أنا بحاول أعيشها بقدر الإمكان بعلمها بأولادي وبعلمها بشغلي أفضل طريقة أنه أعلم أولادي شيء تعرف إيش هي؟ أنه أعيش هذا الشيء سهل جداً أنا أقول لأولادي شيء أنا ما بعيشه وإنت سألتيني إمتى نبدأ التعليم؟ تعرف التعليم بيبدأ من أصغر فترة الأولاد بعيشوها بيكونوا موجودين فيها شوفي القرارات عبارة عن جزئيتين أنه أعيش القرار أعيش اللي أنا بتكلم عنه أو القرار اللي عزمت أنه أخده وانه اعلم الشخص هذا اولادي هذا الشيء ادي له فرصه يعني ياخذ قرار لنفسه اعلمه الرب يعلمنا دروس في حياتنا لربما دروس مؤلمه بوجهه نظرنا ولكن الها مصلحه النا من ناحيه الرب يسوع نطلع عليه نحكي يا رب انت انا متالم ليش سامح بالضرب ولكن الله سامح فيه حتى يعلمني درس انا بشكر الرب من كل قلبي من اجل الالام اللي انا مريت فيها انا قلت من اجل الالام مش بس من أجل الأمور الحلوة اللي أنا مريت فيها ليش؟ لأنه كان فيها دروس صعبة ولكن الله نماني من خلال هاي الدروس مع أولادي نفس الشيء اتخاذ تعليم أولادي القرار أول شيء لازم أعيش بالشيء اللي أنا بدي أعلمهم إياه وبدي أشجع أحبائي وأنا بشجع نفسي أولا أنه ننتبه لهذا الأمر كثير من الأحيان أنا بحكي لابني لأ حب أخوك وأنا مش ببين حب لزوجتي لأ الأم أو بحكي لأ أنه حب الأشخاص اللي برا وانا بكون قاعد بالبيت وبتكلم على الاشخاص اللي برا بطريقه سلبيه لازم ننتبه هذا الامر انه انا هل انا بعيش يعني انا بشغلي في واحده من الامور بنعلمها للاشخاص انه يو هاف تو سمايل يعني بدنا اياك تكون مبتسم بالشغل لازم تكون مبتسم ف بقضي كثير وقت يعني بسافر كتير محلات مع الشغل وبسال هذا السؤال انه بحاول اشوف الشيء قبل ما اساله انه فعلا هل المدراء بالمناطق اللي انا بزور فيها هل هم مبتسمين ده بدلني اذا راح اشوف بالماركت اللي انا رايح عليه اذا راح يكون في ابتسامه او لا بس بسهوله الامر شغله بتدلك هل هم بيعيشوا الامر اللي انت بتطلبه من غيرك سهل جدا تطلب من غيرك عيش للرب لكن هل انت فعلا عايش للرب سهل جدا تقول لاولادي اعلم اولادي صلي ولكن هل فعلا اولادك بيشوفوك بتصلي هل انت بتصلي مع اولادك بس صعب ها والشغله الثانيه مع الاولاد انه تسمح للاولاد انه ياخذوا القرارات احكي الشغله انا تعلمتها بحياتي كمان انه ال... احنا بنعلم اولادنا الاندبندنس ايش يعني الاندبندنس يعني الاستقلاليه ولكن حقيقه الامر تعليم الاستقلاليه اللي انا تعلمته هو بعكس ما يطلب من الرب الرب بيطلب مني الاعتماد عليه حكمته بتيجي من خلال الاعتماد على الرب معونته بتيجي من خلال الاعتماد على الرب آآ آآ البركه بتيجي من خلال الاعتماد على الرب مع اولادي تعليمهم الاعتماد على الرب بامور كثيره بتعلمهم كيف يعيشوا الطريقه الصحيحه ولكن بالامور الحياه العمليه كل يوم السماح للاولاد انهم ياخذوا القرار من خلال انك انت ما تجبرهم على عمل الشيء اللي انت بدك اياه ولكن تعطيهم انه فعلا الفرصه انه يفكروا بالقرار وتعطيهم انه تدرس القرار معهم ما اروعها من فكره انا ما بنتي لربما هي بتشاء بتتفرج على التلفزيون نتاليا في بعض الاحيان بتتضايق انه انا ما بعطيها القرار بحكي لها دائما القرار بايدك انت اعملي القرار اللي مزبوط بنظر الرب بنظرك وبنظر عائلتك لانه زي ما انت قلتي في ثلاث اشياء لازم توافق معي، هل انا مرضي للرب؟ لانه بدي اعيش حياتي للرب. هل هذا الشيء اللي بعمله برضيني الي كشخص؟ هل هذا برضي لعائلتي؟ لانه احنا علينا مسؤوليه حتى كاولاد انه نعيش لرب، نعيش لاشياء لنفسنا مش انه نعيش انانيين لنفسنا لا، لكن ما اعمل الشيء بس عشان شخص ثاني بيعمله، ولكن اعمل الشيء لانه انا مقتنع انه هذا الشيء الصحيح الي. والشيء الثالث هل هذا تاثيره سلبي او ايجابي على عائلتي او محيطي يعني كثير القرارات اللي احنا بنعملها حتى كمراهقين او اولاد صغار او لها تاثير على العيله يعني انه بس, بس هو برضه بيتحمل نتيجتها يعني يمكن في الوقت ده العيله مش بتتاثر قوي يعني لكن طبعًا هو بيتحمل نتيجتها طبعا في كفرد بالعيله انه انا يعني <applause> سلام وحبيب عندي اولادي الاثنين في كثير من الاحيان في عندنا تايم اوت في عندنا انه اذا بياخذوا القرار الغلط بس تعرفي كمان شيء بحب اشاركه انه كثير من الاحيان احنا بنعتقد وياسوم بالانجليزي بقول احنا بنعتبر او من من بنتصور من انه اولادنا بيعرفوا الطريقه الصحيحه بس احنا ما عمرنا درسناهم الطريقه الصحيحه او قلنا لهم الطريقه الصحيحه فكثير من الاحيان مهم انه تو اسوم يعني مش انه نعتبر او مش انه فقط نكون مفكرين انهم بيعرفوا بالطريقة الصح ولكن اعطيهم فرصه انه اول شيء فهمهم ايش الامر بعدين اعطيهم الفرصه انهم قرار يعني انا شايفه ده كمان ان هو ممكن يبقى من بدري قوي إن هم بيبي وبيختاروا لبسهم او بيقرروا الالوان اللي هم عايزين يلبسوها حتى لو متلخبطه هم هياخدوا قرار راي الناس فيهم بس يعني حتى من بدري قوي وابسط الحاجات المفروض ان احنا نعودهم ياخدوا قرار فيها دروس من الحياه عنوان يعني <applause> البرنامج من الحياة درسي من حياتي على ابدا مع اولادك من عمر صغير صغير ابدا مع يعني انا انا وزوجتي دائما نحكي انه قديش نتمنى لو عملنا امور مع اولادنا بعمر ابكر آه لانه فعلا عمل القرارات تدريب تدريب اذا احنا بنتساءل ببعض الاحيان واحنا طبيعتنا الشرقيه بنحب اولادنا بطريقه في بعض الاحيان مش لمصلحتهم اه يعني احنا عايزينهم يبقوا احسن ناس بس بطريقه غلط الطريقه غلط بتمحي يعني شخصيتهم يعني. بالضبط او انه بنعيشهم بت... ب, ب... يعني ان يعني ب... بمحيط محمي جدا ما منسمح لهم فلما بيكبروا بالعمر بيشوفوا الحياه قدامهم بتكون زي انفجار بحياتهم بينما انه نعلمهم إن من هم صغار انه اهميه اتخاذ القرار المشاركه على اتخاذ القرار تعرف امر بتعلمه هلا مع انه بنتي بلشت بدت تكبر بالعمر بانه مهم جدا انه اتشارك مع بنتي باتخاذ القرار، مع ابني باتخاذ القرار باعمار معينه لانه بدي اكون صديق لابني، بدي اكون صديق لبنتي لانه كثير من الاحيان اولادنا بيكونوا بدهم يبعدوا عنا لانه مش مش ملاقيين فينا ملجأ انه او حسين انه حاسين انه ما دور حاسين انه ما دور وحاسين انه احنا ما بنعطيهم الدور اللي هم ممكن ياخذوه لا انا شايفه كمان بمشاركتهم انا بديله ثقه في نفسه حتى لو من سن بدري ثقه كبيره كونفيدنس يعني آه اذا بتعطيه دور وبتقدري رايه طبعا الاولادنا بتعرفي اللي تعلمته انه اولادنا لما يو اكسبلين لما بتشرح لهم ايش السبب انك انت ما اخذت القرار اللي هم بدهم ياخذوه إذا أنت شاركتهم بالقرار وسألتهم وحتى لو أخذت قرار بطريقة مختلفة الأولاد بتفهموا ولكن إذا أخذت القرار من غير ما تسألهم وغصبتهم أو أجبرتهم على أنهم يعيشوا القرار رح يسوي تنافر ويبعدهم عنا ويا رب ساعدنا في هاي الأيام أمين. إحنا بنمر بأيام صعبة محتاجين صعب. أنه نركض للرب بالصلاة من أجل أولادنا شوفي بدي أحكي هاي الأمر و... ربما انا زدت الكلام شوي لا صحيح. ولكن انا مش بديت بدينا البرنامج نتكلم على البراير <applause> عن الصلاه تعرفي الصلاه بالنسبه لحياتي الشخصيه ولحياه عائلتي ولحياه اولادي زي حساب توفير لما انت اذا اذا انت محتاجه ألف دولار ورحتي للبنك وعايزة تسحبي ألف دولار ولكن بحساب التوفير بتاعك ما فيش ألف دولار هل هتسحب هتقدر تأخذ الألف دولار؟ لا مش هذا. في حياتنا العملية الصلاة لها نفس المعنى وأنا بتكلم لنفسي أول شخص أنه أنا بقول يا رب علمني أكون مصلي أكثر وأكثر ليش؟ لأنه في كثير من الأحيان نحكي يا أخي طب إحنا بنصلي كل يوم لنفس الأمور حبيبي بدي أحكي لك عن اختبار الشخص الصلاة حساب توفير إذا إذا بتصلي كل يوم من أجل أولادك أنت بتوفر لأولادك عشان هيك المزمور 91 ايش بيقول ادعوني في يوم الضيق فانقذك اذا كان عندك حساب توفير بالصلاه وتدعو الرب راح يكون حساب التوفير موجود وإلك ولأولادك وشوفي حساب الصلاة مش بس إلي أنت ما بتصلي بس عن نفسك أنا عشان هيك بآمن من كل قلبي الصلاة من أجل أولادي الصلاة من أجل بيتي ولربما إحنا بنتساهل بالأمر يعني لما يكون في أمر صعب بركض وبصلي ولما يكون الأمور ماشي منيحة ما بصلي لكن الرب اللي بده ايانا نعيشه ويعلمنا الرب انه نعيشه انه نعيش الصلاه حياه الصلاه وانه ندخر ونستثمر بالصلاه من اجل حياتنا من اجل اولادنا اذا اذا انت مار بعيلتك بظرف صعب ومش عارف ايش تعمل بالامر انظر لحياه الصلاه اللي انت عشتها ولكن الحلو بالرب زي الابن الضال ايش كان يعمل دائما؟ لما رجع الابن الضال قبله لربما احنا بحياتنا غلطنا بالماضي وما صلينا وما قضينا وقت بالصلاه واخذنا قرارات خاطئه من غير الصلاه الرب بعطيك فرصه في هاي الليله في هاي اللحظه انه تاخذ هذا القرار وهي قرار انت ممكن تاخذه انه تاخذ خطوه باختيارك انك تحكي له يا رب انا بدي ارجع كالابن الضال اركض عندك عشان عايز اخذ القرار الصح بانه ادخر الي ولاولادي حساب توفير في الصلاه. عجبني قوي التشبيه ده. الصلاة حساب توفير على قد ما انا بدي بحط فيه على قد ما انا هلاقي ودي حقيقة ربنا يباركك يا اخي دي حقيقة, حقيقة. طيب انا عارفه ان في سي جديد نازل او هينزل هو سي آه. شبه جديد <applause> يعني. انا بشكر الرب انا شوفي الرب اعطاني بعض الترانيم اللي حبينا انه نحطها على سي دي اسمه امانتك هو موجود في أحبائنا في قناة الكرمة، إذا أنت بتحب تسمع السي دي، بتحب تاخذ السي دي، بعض الأحبة سمعوا بعض الترانيم هي ترنيمة أمانتك، ترنيمة الأزمة أعديها، ترنيمة لي أنا خايف بطريقي. دي اللي حنسمعها دلوقتي. هنسمع ترنيمة لي أنا خايف بطريقي، لكن إحنا بعرف إنه إحنا قربنا على إنتهاء الحلقة، حب بس هيك عند إنتهاء الحلقة إنه إذا بتسمحي لي أخت. آه يعني أنا. مش هتقولها دلوقتي؟ هقولها أنا هقولها بقية. دلوقتي، بس عايز أقول. حبيبي خذ القرار الصحيح أنا بدي أشجع لسه آه احنا نتكلم عن دور ربنا في أخذ قراراتنا أنا أيوة. عايزك تتكلم في الموضوع ده آمين آمين بتفسير. طيب بنرنم ترنيمة آه ليه أنا خايف بطريقة تعرف هاي الترنيمة أنا بحبها جدا الترنيمة هاي الرب أعطاني كلماتها واللحن تبعها آه مريت بمرحلة أربع شهور قبل ما أخذنا قرار أنا وبتسي إنه ننزل على الشرق الأوسط من زوجتي اسمها بتسي م. آه والرب اعطاني هاي بعد صلاه وسمح لنا انه ناخذ هذا القرار اخذنا القرار نزلنا على الشرق الاوسط وكتبت كلمات الترنيم تقول ليه انا خايف بطريقي وانت رجائي ورفيقي انت صاحب الوعد الله صاحب الوعد وصخره انت حي اله القدره انا بحبك يا يسوع انت الاعظم يا يسوع الله كلمات حلوه امين الرب نرنم هاي الترنيمه مش حمالي أنا بطرحها حروبي وآلامي ليك أرفعها مش حمالي أنا بطرحها حروبي وآلامي ليك أرفعها بقرن يا يسوع انت الاعظم يا يسوع انا بحبك يا يسوع ربنا يباركك يا أخي مازن انا شايفه مواهب كتيره ومتعدده يعني في مجالات كتيره ربنا يباركك بجد ويبارك حياتك طيب يعني احنا اتفقنا على حاجتين أيوة. اول حاجه ان احنا في طريقه اخذ القرار ناخد الطريقه بطريقه عمليه وبندرس القرار وبندرس ايه ابعاده وايه العوامل وايه الخطوات اللي انا اتبعها وايه عيوب ومميزات كل قرار او كل حاجه محتاجه قرار مني تاني حاجة إن أنا أسيب ربنا أو دور ربنا في قراراتي أنا عايزة أعرف دلوقتي حاجتين إيه دور ربنا في اتخاذ قراراتي وإيه الدور اللي عليا أو الأول هل, هل ربنا ليه دور في أخذ قراراتي يعني ده كان واضح من إجاباتك طول كل الأسئلة اللي فاتت وأنت بتظهر دور ربنا في أخذ قرارات لكن عايزة أعرف بوضوح إيه الدور اللي عليا وإيه الدور اللي على الله في أخذ القرارات هل للرب دور في اتخاذ قراري؟ طبعا الرب دور كبير في اتخاذ قراري. هل الرب بيجبرني على اتخاذ قرار؟ الرب ما بيجبرني على اتخاذ قرار. الرب بضع الاختيار الي باتخاذ القرار. بديني حريه بديني حريه مطلقه باتخاذ القرار وده من عظمه الرب يسوع انه اعطانا حريه باتخاذ القرارات. ده اللي بيميزنا لكن الشيء المحزن انه انا انه ابونا ادم اخطا واخذ القرار الغلط وتحمل النتيجه تحمل النتيجه واحنا ما زلنا بنتحمل النتيجه اللي تحملها ابونا ادم ولكن الحلو انه الرب يسوع قدم نفسه من اجلنا على عود الصليب ومات وطهرنا واعطانا منفذ من القرار الغلط اللي اخذه ابونا ادم امين؟ هاي الطريقه ال ال الشيء الاول آه بس ثواني يعني بقصه أيوة. ادم وحواء ان القرار الغلط توارث يعني احنا ورثناه فقراراتنا الغلط او قراراتنا الصح احنا بنورثها لاولادنا عندي يعني طبعا شوفي طبيعتنا البشريه وهذا اللي بدل على اهميه الرب واهميه انه نلجا للرب يسوع باتخاذ القرارات، طبيعتنا البشريه بت... طبيعه بت... بت... بسبب الخطيه الاولى بتخلينا نخطئ باتخاذ القرارات. فاذا ما انتبهنا لهي الامور وركضنا للرب يسوع وانتبهنا لهذا الامر انه نضع ننتبه لايش قصد الرب وايش الرب اللي عايزه في حياتنا من اتخاذ القرارات وايش دور الرب في اتخاذ القرار احنا بكثير من الاحيان رح نخطئ القرار. فالإشي الجميل انه الرب اعطانا الرب دور الرب كبير في اتخاذ القرار بانه بامرين، الامر الاول توضيح ارادته وخطته في حياتي انه انا بعمل هذا القرار أنه الرب يوضح لي من خلال اعرف ايش الرب بده اياه بحياتي في الاخصفه كان بيتكلم عن ال انه او الاخصفه مش كده؟ عن البزنس عن البزنس اتخذ هذا القرار تعرف بكثير من الاحيان لما نركض للرب حتى نعرف ايش قصد الرب باتخاذ القرار لربما اتخاذ القرار او الهدف اللي انا معينه في حياتي لربما الرب مش عايزه عايز حاجه ثانيه عايز شيء ثاني ففي اهميه كبيره عند اتخاذ القرار انه اركض للرب بتحديد الهدف يا رب، هل هذا فعلا انت بدك اياه اعمله بحياتي؟ يعني اعرف اسمع صوت ربنا في المجال ده، ايه قصد ربنا في ان انا اسلك الطريق ده او اخذ القرار ده؟ طبعا، انه هل هذا الشيء بيأدي للهدف اللي الرب وضعه في وضعني فيه على الارض؟ في هدف اسمى هدف سامي الرب وضعنا فيه، كثير من الاحيان إحنا بنفكر انه الرب يعني انا واحده من الامور اللي بتضايقني شخصيا انه انا مش عايز اقول بكره ولكن ما بحب ابدا انه اكون معتاد على شيء وضني اعمله بنفس الطريقه ليش لانه داخلي وانا ما بتكلمش بس من ناحيه روحيه الرب مش ممكن الرب صنعنا بس عشان نشتغل نروح على الشغل كل يوم ونرجع معلش يعني سامحوني آه الرب ما صنعنا بس كل يوم انه هالعشر ساعات نروح على الشغل نرجع على البيت نتعشى نتكلم هالكلمتين نروح نزور ناس او نحضر تلفزيون وننام الرب وضعنا لهدف اسمى كثير من الاحيان احنا مش عشان مش عارفين الهدف نضع انفسنا بمكان خاطئ أو بنرضى باللي إحنا معتدين عليه ومنقول آه ده ربنا اللي عايزه لي لا الرب عايز منك في هدف عظيم للرب لحياتي وحياتك وإذا أنت عايز تعرف إيش هدف الرب حياتك أركض للرب وصلي وشوف كيف الرب رح يعطيك أشياء أنت مش مدركها قديش أنت عندك أهمية إلك في حياتك والرب مجهز لك أمور عظيمة ولكن هل أنت بتختار هاي تأخذ هذا الشيء ده واحد الحاجة الثانية بأهمية الرب باتخاذ القرار أهمية انه يساعدني على اتخاذ القرار الصحيح انه بصلي وبدرك ايش الرب اللي بده اياه من حياتي ولكن الشيء الثاني اللي اعطاني اياه الرب اعطانا الكتاب المقدس اعطانا ارشدنا عن من من خلال الكتاب المقدس عن انه هل القرار اللي انا باخذه صحيح او غير صحيح شوفي القرار اللي باخذه في ممكن تاخذ جواب سريع وممكن تاخذ جواب لمده طويله ها انه الجواب ما يجي سريع ولكن بالطريقتين اذا انت يلد اخر كلمه ببراي اللي ييلد تو جاد انت معطي الاولويه للرب ومعطي للرب انه يعمل بطريقته الجواب السريع انا دائما باخذه من الكتاب المقدس دائما الكتاب فيه جواب واضح للسؤال اللي انا بساله يعني تاخذ قرار انك تعمل شغله وهي مش شغله بعكس الكتاب المقدس انت مش محتاج تروح تصلي هل هاي الشغله من الرب او مش من الرب ليه لانه الكتاب المقدس واضح باللي بيعطيني اياه من هاي الناحيه فالرب وضع هذا ال... وضع الكتاب المقدس كمرشد إلي انه اعرف هل ايش الصح من الغلط وهذا جواب صحيح جواب سريع فكثير منا بيحكي لك طب انا ما بعرف ايش قصد الرب في حياتي او هل هذا من الرب او لا هل انا درست الكتاب المقدس حتى اعرف هذا الرب هذا من الرب او لا ده وحده الحاجه الثانيه الامور الروحيه الداخليه انه الرب اعطانا من داخلنا انه نشعر بسلامه نشعر فيه من خلال الصلاه انه نشعر هل هذا القرار اللي انا باخذه هو القرار السليم؟ ده طبعا احنا بنتكلم بس على الجانب الروحي مش كده؟ في المسؤوليه اللي علي انه انا احنا ادرس القرار ادخل عائلة احنا سي. تكلمنا على الكلام احنا بنتكلم عن الناحيه دور الروحيه دور الله دور الله في اتخاذ القرار. وكثير منا منفكر انه احنا انفسنا اذكياء ولكن ما بالك لو كان شريكي وشريكك اللي خلق الذكاء <applause> وده وفر لنا يا الرب يسوع باتخاذ القرار من الناحية الروحية الكتاب المقدس وعود الله لنا في حياتنا عظيمة في بمزمور 37 بيقول أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها أنصعك عيني عليك ما أجمل هذا الكلام إلي في حياتي لما بأخذه بستلمه وبعمل وبمسكه بإيدي وبقول يا رب أنت بتعلمني وبترشدني وبتنصحني وأنا متواثق فيك وصدقني بقول لك عن اختبار شخصي الله لا يخزي منتظروه ولكن بالعكس بعطي الأشخاص اللي بتمسكوا بالرب أنه يعيشوا بهذا الأمر ويعيشوا بحكمه ويأخذوا حكمه من الرب ويعيشوا حياة منتصرة أمين أخ بيزن ربنا يباركك وبجد يعني كانت بركة لينا جدا جدا أنك تكون معنا النهاردة في البرنامج ربنا يباركك ويبارك كل المواهب الجميلة اللي أنا سمعتها دي ويبارك حياتك واسرتك كمان وخدمتك أمين شكرا ليك باركك. جدا وشكرا لوجودك معانا النهارده ربي يباركك وبارك احبائنا شكرا أنا. شكرا لحضرتك ربي يبارك اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا بحب اقول لكم كويس قوي ان انت تدرس القرار تعرف العوامل والخطوات تعرف العيوب والمميزات تتوقع النتائج كويس قوي إن أنت تفكر بطريقة عملية وتشغل العقل وتشغل الفكر وتشغل النفس والروح والضمير لكن كمان كل الحاجات دي مش هتوصل لأي نجاح من غير وجود ربنا. حط الحاجات دي كلها قدام ربنا وصلي. صلي من أجل يكون القرار قرار سليم، إن هو ربنا ينجح الطريق وينجح القرار ده. روح لربنا بكل حمولك وكل مسؤولياتك وكل قراراتك وهو هينجح كل طريق ليك. ربنا يدينا نعمة وحكمه ان احنا نعرف نعرف مشيئه ربنا ونعرف نختار ونتخذ القرارات الناجحه القرارات السليمه لحياتنا والمجد ربنا. اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا بشكركم والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه.